صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي تابعوا صورتنا وصوتنا على القناه الوطنيه الاولى. سعداء جدا باستقبالكم معنا اليوم الاثنين 23 مارس 2015. بالتاكيد نتواصلوا مع بعضنا، الاخبار ما زالت متواصله على تونس والاخبار المفجعه. البارح وقع حادث اليم على اثره استشهد رقيب في الجيش في انفجار لغم على سياره عسكريه، وتم جرح زاد ثم ثلاثة مصابين، نتمنى لهم الشفاء العاجل. الأحداث الجمعة الفارطة كانت دامية على تونس وقاسية على تونس، لكن مع هذا الكل التوانسة الكل اليوم يقولوا لا للإرهاب. التوانسة الكل اليوم نحبش نقول حزين على بلادهم، لكن لا، متفائلين انهم باش يقاوموا الظاهره هذه وباش يخليوا الناس هذوما اللي هما ضد بلادنا وضد تونس العزيزه الغاليه، الناس هذوما هما باش يتصدوا بامنهم بجيشهم بالتوانسه الكل بشعب تونس الكل. بالتاكيد اليوم موضوع اكيد نختاره كل بدايه اسبوع، موضوع يهم الطفل تحديدا. اليوم باش نركزوا على دور المطالعه في تميز الطفل. اليوم الموضوع هذا حابين نطرحوه لأنه أغلبية الأولياء يبحثوا عن تميز أبنائهم، لكن هل تبدأ بالمطالعة؟ أيوة إلا لا، هذا هو الموضوع اللي باش نطرحوه، وباش يكون زاد المطالعة حافز باش الأولياء والتلامذة زاد هما نغرسوا فيهم حب المطالعة. اليوم في ناحية معينة تنجم تكون المطالعة بدأت تخرج شوية من بيوتنا، علاش؟ على خاطر تم غزوها بوسائل التكنولوجيا الحديثة اللي خذت مكان، لكن هل دور المطالعة اليوم يتقلص أمام التكنولوجيات الحديثة؟ هذا هو السؤال اللي باش نطرحوه في موضوعنا لليوم. بخلاف هدايا لروبريك متاعنا تعودتوا بيهم، عنا البوز يكبر في حضني، وأيضا دقيقة للأمهات، وأيضا ألو دكتور. اليوم باش نتحدثوا في روبريك ألو دكتور على انتفاخ اللوزتين، سواء كان في الخشم أو في الأنف أو في الفم تحديدا. تابعوا معنا برنامجنا لليوم، بالتاكيد رحبوا بالفريق الصحفي. نبداو بهيكل اليوسفي. صباح الخير هيكل. مرحبا. صباح الخير فاطمه. صباح الخير الكل، ان شاء الله هاكم مزيد. والله شكرا. ترددت شويه اليوم في المقدمه، كنت نحضر في مقدمه على اساس تكون فيها برشا تفاؤل وفيها برشا روح جديده وفيها برشا نشاط حتى نبداو ونعاودوا حياتنا من الاول جديد. لكن للاسف ليله البارح سمعنا اخبار زادنا وجيعه، لكن في الاخر قررت قرار اللي لازمنا احنا تونس الكل نتجاوز الالام هذه الكل. نعرفوا اللي ربما الالام هذه باش تتكرر والالام هذه باش تتجدد في بعض المناسبات الاخرين، لكن لازمنا نمنوا اللي ثم رجال كويين يحميوا في البلاد هذيا ويضحيوا بارواحهم واموالهم في دار الوطن، وبالتالي هذا ما ينجم يزيدنا كان فخر واعتزاز بالوطن هذيا اللي في كل نهار بعد نهار نسقيوه بدمائنا والدماء الزكيه القويه ياسر، وان شاء الله ربي يصبر العائلات نتاع الشهداء هذم ويصبر التوانسه، وان شاء الله بلادنا ديما بخير. يعطيك الصحه هيكل، بالتاكيد من بعد نتابعوك في البوز دي جور شنو حضرت لنا اليوم. نستقبلوا زاده زميلتنا لبنى بالمانع. صباح الخير لبنى. صباح الخير هيكل. صباح الخير فاطمه. صباح الخير لكل المشاهدين. أنا خلاف اللي كل اللي حكيتوه، أنا ديما مازال عندي برشا برشا تفاؤل. شفت في آخر الأسبوع كيفاش العباد خرجت، كيفاش استغلت الطقس الجميل وخرجت وعبرت حتى في الشارع، تشوف معناها العباد كيفاش تعبر على تحديها لكل الأوضاع. نقعد ديما متفائلة وعندي ديما حاجة إيجابية ديما تربطني بتونس، وما تنجم تكون كان أجمل وأحلى وأحسن بلاد في العالم الكل. يعطيك الصحة لبنى. صحيح تونس هي أجمل بلاد في العالم، وما يعرف كان تونس اللي يخرج من تونس ويعيش في خارج تونس، تقعد تونس هي البلاد اللي نقولوا كلها شارم وكلها شالور وكلها محبه وكلها تضامن نتاع عائلات. علاش؟ على خاطر كي تخرج لبرا تحس انك عايش ما بين ناس، كل انسان عايش على روحه، كل انسان عايش حياته كيما يحبها هو، لكن وقت اللي تبدا في وسط تونس تحس لك التضامن واللحمه نتاع الناس اللي دايره بيك والعائله خاصه اللي معاك بالتحديد. نرحبوا زادة اليوم في برنامج عائلتي بالدنيا في روبريك دقيقة للأمهات مع زميلة هاجر المرغني. صباح الخير هاجر. صباح الخير. وليد زميلتنا أنت راك. مرحبا. صباح الخير.
هجوره لبيس. هجوره اليوم باش تحضر لنا حاجات قاعدين نشوفوا فيهم يزينوا الطاوله، باش تعلمنا كيفاش. شنو الحاجه هذيك اللي في قدامك؟ هذي؟ هذي بونبون. باهي، وانت باش تصنع لنا القالب اللي يحطوا فيه. جوستومون اليوم باش نحكيو على لي بواط، حبيت نختار بيسك سي لي فاكونس، حبيت نختار حاجه سهله وينجموا يعملوها الوليدات الصغار الكل في الدار. دونك سي دي زيدي هما براتيك للرونجمون ونجموا نحطوا فيهم نستعملوهم في الدار، معناها تري يوتيل سورتو. هو خاصة نشوفوهم هذوما يتباعوا في المكتبات وزاده في الفضاءات الكبرى، لكن ما نعرفوش كيفاش يصنعوهم. اليوم هاجر باش توريكم طريقة صنع العلب هذه المخصصة، سواء كان يحطوا فيها ستيلوات أقلام، وإلا يحطوا فيها المغارف، وإلا يحطوا فيها حتى الورد يعتمدوها باش يزينوا بها الطاولة. نبداو مع هيكل بالتأكيد، نبداو مع البوز دو جور. مرحبا بكم مرة أخرى في عائلتي بالدنيا، ومرحبا في البوز دي جور. اليوم الفيديوهات أكيد اللي برشا توانسة تناقلوا عديد الفيديوهات اللي هي خاصة تم أحداث باردو، اللي تم ربما أحداث اللي تم الشأن العام، لكن حاولنا نبدلوا شوية. نقول لكم علاش، لأنه ما لازمناش نفكروا ياسر في الألم، ما لازمناش نفكروا ياسر في الأشياء هذه، وبالعكس نفكروا في الأمل اللي باش يقدم بينا القدام. لك علاش اليوم مختارين لكم فيديو نتاع ولادة جديدة. مع كل ولادة ثم أمل يتبناه، وثم حياة أخرى تتصنع، وثم مرحلة أخرى للأمل وللحياة السعيدة. لكن الفيديو الطريفة هذه في الولادة، وأن ثم طفلة صغيرة خليت المستشفى في يعني الكل ينبهر للمولودة هذه، لأنها تولدت بزوز سنين. نعم، في أول أياماتها تولدت الطفلة هذه وعندها زوز سنين، اللي خليت الناس الكل يقضوا بهتين بما في ذلك الطاقم الطبي، وخليهم يتناقلوا الصور هذم. فنشوفوا البنوتة هذه اسمها أليسا بيلا، وهي مزيانة زادة. ثم ببيت ولد بزوز سنين. هذه جوستومون فاطمة، هذه المولودة الصغيرة اللي تولدت عندها زوز سنين. هاكا نشوفوا كيفاش عندها زوز سنين صغار اللي تولدت بهم من المرحلة الأولى، اللي خليت حتى الطاقم الطبي يبقى يعني منبهر، وخلاو يتناقلوا الصور هذه ويتحدثوا حتى مع والدتها. عديد المواقع زاد الاجتماعيه تحدثوا على المساله هذه. نعرف المساله هذه ماهيش مستحيله، هي مساله تصير لكن نادره، نادره برشا. هذاك علاش وقت تصير مولود بالصفه هذه يقعد يولي حديث الويب، ويولي حديث الناس اللي تتاقل للمعلومات من خلال الشبكات المعلوماتيه. يعني شنو ثم خلل في النمو؟ لا مش خلل، مش خلل، هي تركيبتها جات هكاك يعني في منذ الولاده، ولات عندها جات عندها زوز سنين، وان شاء الله ربي يحفظها ويكمل الطاقم الكل ياخذ له بقى. قداش من بارتاج للفيديو هذه؟ هذه لحد الان هي توجدت يعني عندها تقريبا نهارين، ثم 3 ملايين مشاهده، زملايين و700 الف هما اللي بارتاج اللي صاروا على الفيديو هذه، وبالتالي الفيديو هذه ولاو يتنقلوها برشا مواطنين في العالم، ويعتبروا ديما نقولوا وراء الولاده الجديده هي امل جديد، هي مرحلة للحياة مرة أخرى، وبالتالي هذاك علاش تنقلوها الناس، خاصة وقت تصير فيها الولادة ثم حاجة طريفة. كما قلنا هما السنين اللي تولدت بهم البنوتة هذه. En plus, c'est vrai que c'est un signe d'intelligence. Apparemment, Napoléon Bonaparte, il dit qu'il a eu 12 ans. Donc, je me souviens que c'est un signe d'intelligence. C'est précoce, c'est un signe d'intelligence. يمكن هو الاكيد اللي مش حتى بيتها من الدنيا وعليها. هما يعتبروا ساعات هيكل حتى اللي طلع سنين بكري في عمر 3 شهور ولا 4 شهور، وكانه معناتها متميز شويه على اطفال اخرين، بيسكو باش يطلع قبل، لكن ما نعرفش يظهر لي معناتها مش بالضروره. الموتور ولا طريقه النمو اللي تصير عند الاطفال هي فيها تناسق بين ما هو جسدي وما هو ذهني. ثم شكون يربط، لكن في النهايه باش يوصلوا اطفالنا ان شاء الله الكل في مرحله معينه لكلهم ان شاء الله ذكيين. خاطر ذكيت ونحكيو مره زاده في نفسيتي بالدنيا عنده عده عوامل اللي تاثر فيه، مش بالضروره السنين ولا يمشي قبل ولا لا، وانما الذكاء ياثر فيه المحيط، تاثر فيه اكيد الوراثه بنسبه معينه، الجينات ما غير ذلك، والاكثر من هكا الممارسات وطريقه التربيه اللي نحن نخليوها لصغارنا، واللعب اللي باش نحكيو عليه ان شاء الله اليوم في نفسيتي بالدنيا هو موضوع الحلقه. راح نحكيو ثم ولدك قديش طلع؟ فين عمر طلع سنين؟ والله تقريبا في العام و3 شهور. اول سنين معناتها؟ اي مشى قبل، مشى ومازال ما طلع سنين؟ مشى ومازال ما طلع سنين، مشى تقريبا في ال 11 شهر.
يعني في العام تصوره هو يمشي وما عندوش سنين. اي وانت لبنى؟ اوف نسيت بنتك 3 سنين نسيت والله نسيت. نسيت وقتاش طلعت سنين؟ نسيت خاطر بون بالاحداث وبالتعرف الصغير كيف يجي خرج السنين يبدا مريض دونك الام تتلهي حتى وقتاش تكمل الفتره الصعيبه. نو نسيت. وانت هاجر؟ انا بنتي طلعتهم بكري يظهر لي 8 موا 8 شهور بكري بالكدا 8 شهور. اما ولدي في العام زاد عام وشهر حاجه هكا. اول سنين لولانينا اول سنين لولانينا اول سنين لولانين باغ كونتخ كيما قال هيك الجري معناتها ولا يمشي في ساعه. هو انا مختلفه عليكم في 6 شهور. تبارك في 6 شهور ترى عندي شكون زاد في العائله في الاربع شهور طلعوا سنين يبداو يحضروا هما من 4 موا اول سنين معناتها يطلعوا زوز صغيرات لولانين. وانت هيك شنو باش تقولي؟ ولا شقول لك الخطر ثم حاجه مهمه في تربيه الاطفال ثم كالوندري ولا يتفرق احيانا مرات في الدفتر التلقيح اللي تقيد فيه اول ضحكه اول سنه اول وبالتالي تقيد فيه الكالوندري هذا ينجم يكون الولي الاولياء مش باش تكون حاجه مجهود كبير لكن مهم ياسر بعض للطفل وقت يلقى اللي والديه يهتموا به وخاصه المراحل هذه باش يقعد يتفكرها كما لو انها محطات كبيره في حياته. ربما احنا نتناساو وقتاش اول سنه وقتاش اول ضحكه وقتاش اول ابتسامه وقتاش اول خطوه لكن الاشياء هذه وقت نوريهم الصغار ان شاء الله وقت اللي يكبروا ان شاء الله ربي ينجحهم الكل ربما هذاك باش يخليهم يوري اللي ثم والدين معتزين باطفالهم وفرحانين ياسر بلومهم ولاهين بهم خاصه. وانت كا هيك الان نخليهم السنين نحتفظ بهم كي نحن سنين ونحتفظ بهم تحت السنين لحتى مره نجي نفركس في حاجه نلقى سن الحق والله نخليهم. ثم ما نعرفش اعتقادات هي ولا يقول لك ارمي السنه وقول معناتها اي اعطيني سنه الغزال معناتها صحيحه خذ سنه ما نصورش كمان فاطمه تعتقد الناس سنوار انا الكل اي مش صحيحه خاطر احنا كاولياء نغرسوها في ابنائنا امشي توجه للشمس وارمي السنه وتوجيك سنه بس هي, هي 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 ثقافه عالميه والغنايه هذه كانت لوج عليها تلقاها في برشا حضارات. هي المهم انك توري لطفلك ان هي مرحله نتاع تحول في حياته بالتالي وقت باش تسطرها المرحله هذيك كيفاش تسطرها يا اما بغنايه يتفكرها يا اما بحدث مهم وبالتالي انت وقت تسطر الحادثه هذيك في حياته بغنايه ولا بمشهد ولا باجتماع ولا فرحه عائليه هذيك اللي باش يوريها اللي هو عمل ترانزاسيون ولا عمل انتقال من مرحله الى مرحله اخرى وبالتالي هذا يعاونه ربما يتقبل الاشياء اللي تتغير في الجسد نتاعو اكثر منها اغنيه معناها اوكا هيكل ديما يقربها ديما يدوزها ديما يلونها ياخذ الفكره ويلونها ان شاء الله يلزمنا كما قلنا فاطمه في البوز دي جو لانه الغايه منها كما قلنا هي الوقوف على الصوره، الوقوف على الصوره باش نتحدثوا عليها ونلقاو مغزى اخرى وعمق اخر للصوره اللي احيانا تتعدى ينبرسو. اليوم الزوز سنين خلاونا نحكيو النقاش هذا الكل اللي هو يهم الاسره بالاساس ويهم عائلتنا وان شاء الله عائلتنا بالدنيا. نمشيو لفيديو اخر اللي هو مازال في منطق الامل، علاش قلت لكم راهو حبيت نحضر كل شيء في باب الامل وباب المحبه خاصه والوفاق. مارسيل كان يقول عن درويش كل القلوب جنسيتي فلتنزعوا عني جواز السفر. والزوز هذا يحبوا بعضهم اكيد حاولوا باش يسطروا المحبه هذه. عرسوا قداش من مره لبنى تتصور؟ شو قداش من مره؟ كل بلاد في كل بلاد عرسوا كل بلاد يمشي عرسوا فيها؟ عرسوا 38 مره نشوف في 6 دول هنا ولا 7 عرسوا 38 مره بمعدل تقريبا في 3 اشهر في تقريبا 84 يوم. هذه مش القصة اللي نعرفوها رحلة حول العالم في 80 يوما وإنما هو زواج في 84 يوم. الزواج هذايا حب يتكرر أكثر من مرة وكما قلنا عرسوا 84 مرة 38 مرة في 84 يوم. غلطوني برشا أرقام عندهم هاك. الزواج هذايا حبوا يوريوا به للعالم اللي مش مربوط بزمان ولا مكان هو ينجم يكون في كل انحاء العالم وكان يتجدد الزواج نتاعهم في كل رحله وفي كل مرحله. احنا حكينا في عائلتي بالدنيا اللي احيانا مرات الزواج يفطر بعد 3 سنين ويلزم علاش 3 سنين؟ هذا المختصين المختصين يقولوا هكا مش انا المختصين يقولوا تقريبا الشغف هذاك على شكون؟ الشغف هذا يوفى بعد 3 سنين وبالتالي يلزم مرحله التجديد. الاشخاص هذو بداوا في التجديد على بكري تقريبا من الشهرين الاولى ومن الشهرين الاولى بداوا يجددوا في الزواج نتاعهم. عندهم الروتين بكثره هذوما يذولي فيهم يظهر لي عندهم الفلوس بكثره. حتى كان واحد يحب ما نتصورش ينجم يعمل رحله حول العالم
في أربعة و كيفاش كل البلاد يتزوجوا فيها معناتها يمشيوا كل البلاد يمشيوا ويختاروا صورة في مكان اللي هو يعتبروه يمثل البلاد هذيك ولا سامبوليك ولا عنده رمزية معينة وبالتالي يجيوا في المكان هذاك ويقوموا بصور ويحاولوا يعملوا السيريموني يعني نتاع الزواج مش بالضرورة إعادة كتابة العقد ولا ما نعرف الأشخاص هذم ربما نظرتهم للزواج ونظرتهم للعلاقة الزوجية تختلف على المجتمعات نتاعنا لكن الأكيد اللي المحبة هي يونيفرسال المحبة كونية مهما كانت طريقة كتابة العقود ومهما كانت طريقة تثبيت الزواج هذايا تقعد المحبة يونيفرسال ورسالة أخرى من خلال الصورة هذه اللي المحبة عالمية وكونية وما تعترفش بالجنسيات وما تعترفش بالأمكنة وبالتالي مهما كان شنو هاش؟ نسألك سؤال هيك ولا مش لازم؟ قد إيه باش تعاود تعرس من مرة؟ هذيك لا نيت بيرسون عاد ان شاء الله مره طب شو عملوا لك اصلي خلوا الناس كل عليك يا هيك مش لازمك تمشي تمشي على قليله 38 بلد على الصور مشيت معاكم في صف واحد اخر نحن حبينا نقفوا على الصور باش تعاودوا نزرعوا الامل باش تعاودوا نزرعوا المحبه باش تعاودوا نروجوا المعاني المحبه خاصه الموجوده في البلدان الكل باش نحكيوا على العلاقه الزوجيه وبالتالي الفيديو اللي اخترناها اليوم باش تكون محطه وترومبلان ربما انطلاق المرحلة أخرى نحكيوا على المحبة اللي هي كونية بالأساس كما قلت بكري وبالتالي يلزم نشعوا معاني المحبة ومعاني الحياة ومعاني الأمل من خلال الولادة في الفيديو الأولانية إن شاء الله تكون هذه المشاعر اللي وصلت لكم وهذه القيم على الأقل من خلال الفيديوهات اللي الأمل تبقى موجود والأمل أحيانا يكون حاد تولد صغير بسنيه وبالتالي باش يفتك مكانه في الحياة ويفك بلاص ويفك ماكلته ويفك كل شيء وبالتالي مرة أخرى زادة الأمل يتجدد مع اليونيو مع الوفاق مع المحبة اللي تكون إن شاء الله كونية. يعطيك الصحة هيكل شكرا ليك في البوز دو جور احنا مازلنا مكملين معاكم باش نكملوا مع هاجر المرغني الآن في دقيقة للأمهات باش نقدموا لكم مجموعة من العلب اللي نحاولوا نبتكروها بطريقة جديدة وتتشوفوا الطريقة قديش سهلة وقديش أي أم تنجم تصنعها حتى في دارها مش نشريوها من محلات ولا من مغازات كبرى ولا من مكتبات لا كل أم اليوم في دارها تنجم تصنع الحاجات هذوما خليكم مع دقيقة للأمهات شنحويلك بخير مرحبا نرحب بك هاجر مرغني أخصائية في التزويق والديكور ميرسي قلنا هاجر توا العلب هذوما نشوفوهم في المكتبات ويعجبونا برشا وحتى الأسوام نتاعهم شوية غاليين ماهمش رخاص جوستومون احنا كيما نعرفوا ديما نحاولوا باش نختاروا حاجه نعاونوا بها مع المشاهدين الامهات واطفالهم وللعائله الكل باش يصنعوها في ديارهم شكيكا يربحوا معناتها الثمن الباهظ نتاعهم وزادا نربحوا الرونجمون كيما نعرفوا الرونجمون هو حاجه هامه ياسر في الدار وتعاون باش تنظم معناتها الدبش نتاع كل فرد في العائله دونك هذوما منهم زينه ومنهم تريز يوتيل نسحقوا لهم ياسر في الدار دونك فاطمه باش نشوفوا كيفاش نعملوهم بطريقه سهله على الاخر وحتى المكونات نتاعها معناها موجودين لقيتهم في غود كوميسيون برشا مشاهدين يسالوا على لي زادغيس خاطر بعد ما يلقاوش دونك نوريو معناتها منين خديناهم كومسا بور لو فاسيليتي منين يشريوهم كيفاش نبداو دونك فاطمه هذايا البابي كولون البابي اديزيف اسمه اللي مستانسين نغلفوا به القجرات نراوه في الكوجينه نراوه في لي بلاكار نتاعنا الكل بركا اوغوزمون توا ولينا نلقاوه في برشا الوان فيه برشا شوا وخذينا العلب نتاع الكونسيرف اللي هما حكة طماطم ولا شامبينيون ولا اي حاجه وكيما نشوفوا العلب ياسر ولات الماتيير نتاعهم باهيه وما تسددش وما تبخي بان كاليتي نجموا يدوموا معناها وما نخافوش منهم باش نحيو هذيك المباراه جوستومون نحيو البابي اللي هو من البرا بشويه لصقناه هوني بالترومبون على البابي اديزيف نتاعنا ونشوفوا كيفاش نقصوا باش ناخذوا القياس قد قد دونك نقصوا قدو وان توكا هو البابي نشوفوه اللي هو مسطر معناها ساهل برشا القصه نتاعو مي جوست باش القياس يجينا قد قد ناخذوا العلبة نجم تكون هاجر علبة الحليب كان عندنا صغير مازال يشرب في الحليب أي. موجودين يبداو عندنا بكثرة وديما نطيشوا نطيشوهم اون بلوس كبار العلبة تاع الحليب و
وتلصق تلصق بالكدي وما تتنحاش سهله. وكما نشوفوا الماتير نتاعها تحفونه دونك نجموا حتى نمسحوها معناها امبيرميابل جست نوصلوا بينا نلصقوها بشويه بشويه. طريقه سهله برشا نلقاهم في المكتبات ونسال زعما كارتون من داخل ولا شنو بالضبط. هو ينجموا يصنعوهم بالكارتون زيد ينجموا يصنعوهم بالكارتون مي انا نشوف اللي هذايا انظف واصح معناها. ثم هي ثم طريقه ما عادش يجرح هذاك من الفوق؟ لا ما عادش يجرح من الفوق ديجا تنجم تحلو بال معناتها فما الحليل والا بالحليل بلوفغ بواد دونك ما يجرحش. دونك تحصلنا على العلبه نتاعنا اللي هي تري سامبل. ملوطه نجم نغطيها كان تحب نجم تغطيها مي سينو ما نتصور ما تقلقش. هي لا هيك الاون بلوس كان واغي بلون معناتها ماسكولين افون. لا خاصه الكروات هذا ما عندهم برشا معاني راه في السيميولوجي. شنو هما المعاني نتاعهم؟ زرعنا عاد كونتراست الري سور واحد هذا لا الخاطر يحكيو ياسر على ثم برشا عمق في الكروات. الكروات ديما يعتبروهم نوافذ يهزونا البوابات اخرين في الحياه يهزونا البوابات كبيره يعني القدام برشا تلقى في عديد القصور حتى قبل يعتبروا الارضيه هذه يعتمدوها. فما شكون يصنفها اللي هي الطيارات ماسونيه وما غير ذلك ما نتصور اللي هي من باب اما الكروات هذا موضوع اخر. موضوع اخر خصصوا لنا في نفسيتي بالدنيا هاي. دونك كيما نشوفوا هوني زاد استعملناها نحطوا في ساعات باش نحطوا طاوله او وليداتنا يحبوا يعاونونا نحطوا لهم معناتها المغارف والفراكت في حكه سي بلو فاسيل باش نهزوهم وحتى كي نزينوهم مزيانين. دونك فما فكره اخرى زاد ياسر مزيانه نتاع البواط بابي وسعنا بالنا فاطمه غلفناها بشويه بشويه وهنايا جوست كيف معناتها كيف نفس الطريقه بون باش نربحوا الوقت حضرتها في الدار نفس الطريقه وهني جوست كان نقصوها معناها ونقص ومن بعد نلصقوا بشويه بشويه ما بون زدنا لها كيفاش واحد هذيك كعبة الفص هذه بسيليكون دونك زدنا لصقنا اللي بيعود كوشي معناها اللي بوات اللي هما خصيصا معناها غلفوا كهو الحكه من غير ما نقصوا ولا ما فهمتكش هيك. باهي هذه ثم العلب اللي هما للبابي هذا أي؟ اساس. اي ديجا هما تشريهم حاضرين هذوما غالفين تحط فيهم الباكو. ما هذايا باكو نورمال كارتون معناها جوست حطينا فيه الواحد ومن بعد حتى كيوفا نجموا ندخلوا من هوني. خاطر اون فان كونت نشوفوا اللي هو الكل تغلف. هذوما حلواتنا تاعو ديزولي. كيما شفنا هوني عملنا زاده دي مون بون بور لي زونفون. دونك ديجا مالو جوست حطيناهم في كوردون حاتين نجمو نزينو هكا اسورتي على البابي وهذوما حاجات نستعملوهم ديما معناها للمناسبه. هوني زاد هذايا ياسر مزيان عجب بلادنا داير على الاخر الفلوري ربيعي اي حاتينا فيه نوار. معناتها الطريقة سهلة نقيسوا حجم العلبة نجمو نعملوا بحكة كبيرة. وي نجمو نعملوا بحكة كبيرة دايوغ انا جبت هنايا دي بواط دو رونجمون هذوما باكويت نلقاوهم في الدار الناس الكل ينجموا يكونوا عندهم. وغلفتهم زيدا يظهروا اون ديغي معناتها مشريين حاضرين جوستومون يوليو صحاح قويين معناتها الماتيغ نتاعهم ويتمسحوا معناها ونجموا نحطوهم في الكلاس معناتها دي فوا نحطوا فيهم الملابس الداخليه نتاع وليداتنا ولا نحطوا فيهم لي بيجو ولا لي سانتور خاطر هذوما حاجات كي تحطهم في طاق كبير يضيعوا ويعملوا برشا انكومبرومون زيدا للمكياج لي بيجو ما تصورش قداش معناتها الرونجمون سا فاسيليت معناتها سا ديستريس حتى كي يبداو دبشك منظمين ديما واحد بالطبيعه. هيك هجر عملنا مره استوس كيفاش كي تخبي حوايج صغارك كما قلت الملابس الداخليه لي شوسيت ولا كلاس كيفاش نجم تشوفهم ترونسبارون حاجه تبدا فيها هكا تشوفهم. لا بالحق هذيك مشكله حكيتو في الكواليس. لا 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 توا جات في بالي باش تشوف شنو هو الالوان باش تلقى فردتها كل كعب هكا التكنولوجيا تولي التكنولوجيا هذيا يظن نسمعوها في الصين يظهر من غادي هكا تعمل فتحه اوكي. لا لا هيك طريقه تخي سامبل تنجم تتوي فيها الحاجات صغيرونات وتخبيهم دونك تجبد تعرف كل معناتها كل بواتي تعرف شنو محطوط فيه. احلى ياسر من البلاستيك اللي نشريوهم حاضرين جوستومون ساعات نلقاهم بلاستيك ساعات نلقاهم ماهمش اسورتي ساعات نلقاهم غاليين دونك هذوما سي دي بواط ما نطيشوهمش نوسعوا بالنا نهبطوا نشريو وحتى البابيي هذا اديزيف ماهوش غالي دونك جوست شويه وسع بال باش نتمكنوا بحاجات تحفونين اي سورتو تخي براتيك في ديارنا. واضح. والتغليف احنا نعرفوه تقريبا كان في ايامات العوده المدرسيه وقت الكرارس والكتب
مهمه ماهيش سهله حتى طرف هيكل. هي ما كانت تعجبني. اكثر مرحله يمكن في الدراسه تعجبك وقتها تغلف. الهرس اللي نعملوها الهرس اللي نعملوها لاماتنا وقتاش باش نبداو نغلفوا سؤال وقتاش نقدوا الكختاب اختيار الالوان وخاصه اختيار الغلاف هذاك الاحمر فاطمه اللي هي تكون مهمه اكثر للطفل اكثر واحد معناتها ياخذ شارج باش يمشي يختار الغلاف يختار الوحده حاطينها زاد المكياج اللون الاحمر هذاك الاحمر بون في ثنيتي في الميرسوري لقيت فورور سما تيري على الاخر ياسر مزيان دونك بون هذايا بسيليكون نحطوا جوست شويه سيليكون وندوروه دونك نغلفوا به تقعد تدور تقعد تدور تدور وبعد عاود تحط سيليكون هوني سهله زاده سهله بون هذه حاجه فيها سيلويت كبيره خير الكبيره تبدا خير من الحكه الصغيره اي تبدا بون هي زاده فيها فوليوم وترفع زاده برشا حاجات قد ما تبدا اكبر قد ما خير سورتو بور لي ستيلو بور لي خاصه برشا صغيرات يبدا عندهم المكتب نتاعهم معناتها اللي يقراوا عليه الطاوله اللي يقراوا عليها ماذا بهم خير ما يبداوا الستيلويت مضيعين وما نلقاوهم ما يبيعوش في حكه هكاك وتبدا مزينه حاجه حلوه والادوات المدرسيه الكل معناها قوم بريه ساعات يبداوا يلوجوا في حاجه هي تبدا ضايعه دونك اللي نستحقوه هو البابي اديزيف هذاك هو الحاجه اللي نستحقوها البابي اديزيف ناخذوه معناتها سولون الكولور اللي نحبوا عليها معناها ما كانش نحطوها في الدريسينغ نجم يجيو حتى في الكوجينه فاطمه معناها ما نخافوش منها لا ماتيير ما تشدش الوسخ وما تقلقش معناها نعرف برشا امهات ساعات موسوسين شويه نعملوا مره حصه على التوسويس والهلوسه خاصه على النظافه بتاكيد هذوما حاجات معناتها نجموا يعتمدوهم وحتى بهين في عمليه الترتيب حاجه نرتبوا بهم كل حاجه معناتها سورتو الحاجات الصغار اللي ديما يبداو ضايعين شكرا لك هاجر المرغني اخصائيه في التزويق والديكور برشا يطلبوا الباج فيسبوك نتاعك عندك باج والا لا؟ لا عمل لهم باج على خاطر اللي فان برشا يطلبوا بالصدفة المعرض اللي صار مؤخرا في الشرقية فيه أحدث الصيحات في مجال الديكور نلقى هاجر بالسهر معناها عندها ستاند وعاملة حاجات حلوين ياسر على لي كوفرلي لي توندونس هذوما بالألوان وال اقترحت عليها الاسبوع الجاي باش تعمل لنا حاجه على شنو هاجر على لي كوفر نعملوا تو سكي لي ريدو تسبيق توندونس بابي بان برشا لازمنا نخرجوا نصوروا كمالا اي ان شاء الله نبداو هوني ومن بعد نصوروا نخرجوا نصوروا معاك ان شاء الله شكرا لك هاجر المرغني باش نمشيو الان باش نتحدثوا في حاجه مهمه برشا اللي هي الاحداث اللي صارت الاسبوع الفارط التوانسه الكل على اثر العمليه الارهابيه اللي وقعت في متحف باردو التوانسه الكل خرجنا لهم وحاولنا أن ناخذوا رأيهم التوانسة الكل ضد الإرهاب وضد الفعل اللي وقع وعلى أثره تم يعني قتل 20 سائح وما بين يظهر لي زوز توانسة ولا ثلاثة توانسة معناتها المعلومات ماهيش دقيقة تحديدا فما اللي يقول 23 الكل في الكل فما اللي يقول 22 على كل احنا خرجنا للتوانسة باش ناخذوا رأيهم في الموضوع تشوفوا معنا هذا الروبورتاج اسألوني وهي أجمل بالجمال تسألوني وتسألوني والله حيرني السؤال تونس حياتنا تونس وطن متاعنا تونس مستقبلنا مستقبل صغارنا مستقبل شباب هذايا اللي قاعد اللي يهدد تونسي يهددنا نحن هي اللي نحبوها ديما رايتها مرفوعة ديما في العلالي في كل المحافل الدولية حبوا ديما كلمتها مسموعة كما كانت وشامخة وعالية هي تونس الوطن وبلادي وكنا ضد الإرهاب كل تونس كل الوطن أنا خلقت كل تونس كنا ضد الإرهاب وتستحيا هي بلادي واللي مس تونس مس بالكرامة بتاع كل إنسان تونسي معناتها نتكلم باسمي وباسم كل اي واحد تونسي. احنا ماذا بينا تونس نعيش فيها في امن وفي سلام وكل كنا يد واحده. تونس هي امي هي حياتي انا تونسي انا اب عن جد وتونس هذيك الناس كل. تونس هي البلاد اللي نحبوا نعيشوا فيها نحبوا نعيشوا فيها توا ونخدموا مستقبل اولادنا تونس لازم نحضروا معناها الارضيه باش نتعايشوا الناس الكل في كنف السلم والسلام باش الناس اللي تجينا من برا
تعود مطمئنة على أرواحها. تونس لازمنا نحبوها ونبنوها معناها على المحبة وعلى الأخوة. ليدي روحي دمي وليدي دنيتي كل شيء فاميلتي كل شيء تونس مثلي كيفاش شنو تمثل كيفاش بلاش تونس نمشي بلاد أخرى باش تقبلني باش ما نعرفش أنا حتى كان تقبلني عامتين معناتها غربة ما بابليش. ربينا على الحب وعلى الصدق شعارنا واحد اسمه الوحدة الوطنية الحب لتونس لا إله إلا الله محمد رسول الله. تونس هي أحلى دولة في العالم أجمع. نحن نمشي بنفس متاع الوطن هذا مثلي العالم مثلي الجنة مثلي داري كل شيء في حياتي هذيك الوطن متاعنا. قد ما تهمنا تونس العزيزة تونس الأمل تونس الشباب تونس الحب تونس العمل نتكافوا اليد في اليد ونخرجوا باللي احنا فيه وربي ان شاء الله يهز رايتنا اعلى واعلى 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 في كل العالم. ربي يحمي ولادنا وبناتنا وتونس كلها ربي يحميها وكلنا ضد الارهاب مهما كان نوعه مهما كان مصدره ومهما كان سببه اللي متخبي وراه الكل. نحن نمشي بنفس متاع الوطن هذا الشبر في ترابنا نحن نضرب عليه ونسيل الدموم يطلع عليه وما عندنا حتى شيء يهمنا قد ما يهمنا الوطن متاعنا قد ما تهمنا تونس العزيزة تونس الـ الأمل تونس الشباب تونس الحب تونس العمل نتكافوا اليد في اليد ونخرجوا باللي احنا فيه واحنا رانا مقدمين القدام مشنا مؤخرين مهما يكون سيفة الضرب الإرهابي رانا مقدمين ديما القدام مشنا مؤخرين. احنا بلادنا ذي ترعرعنا فيها وعشنا فيها وتربينا فيها ومزلنا باش نعيشوا فيها اجيال واجيال. نحكي كأم كمواطنة تونسية كمعناتها عاملة تونسية ككل شيء نحنا مزلنا رانا باش نقدموا ديما القدام رانا نسي تونس برك الله حرار مشنا ناقصين ما يكيدنا حتى شيء لا يكيدنا ارهاب لا يكيدنا اعداء لا تكيدنا حتى شيء. تونس هي ديما في قلوبنا وديما نحميوها بدمنا وهي غالية علينا. ملي حليت عينيا عنا شد الرسمي حمات الحماية كيفاش كيفاش تونس ماضية وحاضري ومستقبلي بليتو كيفاش تونس هي الكل راهي عزيزة وغالية. تونس مالغري المساحة متاعها صغيرة لكن تونس ما نعرفش أنا تونس نحسها خير من بلدان الكل نحسها تونس دمي اللي يجري في عروقي هي تونس فوالا تونس لا تونيزي. شعب بهذه القوة وبهذا الوعي لا يخشى الإرهاب مهما كانت الأزمان. بلادي وإن جارت علي عزيز الشبر في ترابنا نحن نضرب عليه ونسيله دموم يطلع عليه مشنا مؤخرين وما عندنا حتى شيء يهمنا قد ما يهمنا الوطن متاعنا. إن شاء الله ربي معنا ومع تونس ومع جيشنا ومع عسكرنا ومع الدنيا الكل. الشبر في ترابنا نحن نضرب عليه ونسيله دموم يطلع عليه وما عندنا حتى شيء يهمنا قد ما يهمنا الوطن متاعنا. يا تونس écoute l'appel au devant. Y'a tous, écoute l'appel au dedans. Y'a tous, écoute l'appel au devant. نرجع مع السادة المشاهدين لبلاتو عائلتي بالدنيا. هذما التوانسة اللي بكل روح تفاؤلية قالوا أنه تونس إن شاء الله محصنة منيعة باش يقفوا ضد الظاهرة هذية باش يتصدوا للناس هذوما اللي حاولوا يفتكوا ببلادنا وإن شاء الله ما يوصلوش بالتأكيد على أثر الهجمات الإرهابية وعلى أثر زادة الألغام المزروعة. تم استشهاد رقيب في الجيش في انفجار لغم على سيارة عسكرية وحسب المعطيات الأولية اللي عنا ثم ثلاثة أو أربعة جرحى إن شاء الله يقوموا سالمين. نتقدموا بأحر التعازي لعائلات عائلة الفقيد وأيضا لكل عائلات الشهداء شهداء الوطن هذايا. باش نكملوا معاكم بتأكيد عائلتي بالدنيا الفقرات الكل تهم الأسرة وما نجموش ما نعرجوش على الأشياء اللي صايرة بتأكيد في بلادنا واللي هي مست
في صميم العائلة التونسية اليوم. نستقبل بحذنا دكتورة شيراز حسن، أهلا وسهلا ومرحبا بك، شكرا لك على الحضور معنا. دكتور شيراز حسن، باش نتحدثوا معك على انتفاخ اللوزتين اللي يقعوا بما يعرف اللحمات، اللحمات اللي في الأنف واللحمات اللي في الحلق بالتحديد. نمشيو لشارة ألو الدكتور، ثم تلقاونا مع دكتورة شيراز حسن. شيراز مرحبا بك، خلينا نتحدثوا على اللحمات في اي عمر يجيو، هل شكون هم الشريحه المعرضه انها تمرض باللحمات، وفي اي عمر تحديدا؟ لانه ينجم بيبي صغير مازال كي تولد عمره نقولوا شهرين ثلاثه شهور عنده اللحمات في خشمه والا في حلقه. هما اللحمات هو انتفاخ للغدد اللمفويه في الجريجم والخشم وراء الهيت، معناتها البيت يبداو صغار كي يبدا، معناتها يتولدوا معانا ما يبداو صغار، يكبروا بشويه بشويه. اللحمات الجريجم تبدا ابخي 3 ans 4 ans باش تكبر، تكبر ما هي موجوده اما تكبر، معناتها تنتفخ اكثر وتزيد تكبر حتى لادوليسونس. هما اللحمات موجودين معناتها؟ اي اللحمات موجودين. المشكله سي فما عباد يعيشوا بهم ما يقلقوهمش بكل، ما فما حتى عارض يعني، وصغار يتقلقوا برشا برشا برشا، وهما يمثلوا يعني مدعاة للعيادات ياسر فريكونت معناتها عند الوغال. دونك يمشيو مع لادوليسونس، يبداو من بعد لادوليسونس يمشيو يتنحاو عند اغلبيه العباد، اما فما عباد يقعدوا لهم لحماتهم حتى للعمر الادبي. كيفاش يتنحاو؟ يذوبوا يعني، معناتها الانتفاخ يقل؟ يذوبوا بشوي بشوي ما غير حتى شيء، معناتها وحدهم سي لو ريفولوسيون. المشكله سيكو هما في العمر الصغير يجمو يمثلوا مشكله كبيره، معناتها الصغير بون معناتها فما انتفاخ عادي يجمو يعيشوا به وما غير ما يمثل حتى مشكله، معناتها مش هذايا اللي يقلقنا، يقلقنا يبدا فما عوارض اللي هما زوز حاجات اسونسيلمون الانتفاخ، تسكير الخشم والجريجم، معناتها ينتفخوا حتى لين يسكروا الخشم والا يسكروا الحلق. اي اوبستركسيون دي فوا ايريان سوبيريور، معناتها يمثل مشكله في التنفس عند الصغير. هذا يجم يجي حتى من العام، راهو من العام ونص، من العام ينطلق الصغير عنده عوارض في الليل وعوارض في النهار. في الليل يشخر، الشخيره يشخر ويجم يشخر بالكوي، معناتها تقوش عليه كبير ويتقص عليه نفس، يبدا هكا يشخر وبعد يقف نفس، دي حاجه معناتها فيها شويه خطوره زاده. ويتقلب في الليل برشا، نومه خفيف وساعات زاد التبول لا ارادي، كيبدا نومه خفيف واجيتي وما عندوش سومي بروفون، فما تبول لا ارادي، وفي النهار يبدا تعب، يقوم في الصباح خشمه مسكر، تعب اغيتي، يبكي، ما يحبش يفطر، ويتنفس بفمه زاد، يتنفس بفمه معناتها، وزيدا يبدا فما ساعات قل التركيز، مشاكل في الكومبورتمون. هما بالنسبه للحمات اللي في الخشم، في الخشم هما ما يتجزؤوش، احنا كي هو يعدي صغير نشوفوا احنا المشكله الكبيره في الخشم ولا في الفم ولا في الجريجم. احنا نسمع باللحمات موجودين في الجريجم، اما في الخشم معناتها كيفاش موجودين اللحمات في الخشم؟ معناتها ورا الخشم، معناتها اخر الخشم من تالي فما هكا سيرفاس يطلع فيها كيما الكعبوره معناتها. دكتور يمثلوا دفاعات، فما شكون يقولوا اللي هم يمثلوا دفاعات للجسم خاطر يحميوا البدن نتاعنا من الجراثيم والميكروبات. يمثلوا الدفاع الاول، الدفاع الاول الحاجه الحاجات الجدد اللي باش يجيونا من التنفس ولا من الماكله. مي معناتها كي يبدا صغير يمرض 4-5 مرات في العام، وكي يبدا نهار كامل هو خشمه مسكر، وكي يبدا معناتها سورتو التسكير والانفكسيون، احنا قلنا التسكير الخشم وليزانفكسيون، ليزانجينا ريبيتيسيون اللي يعمل معناتها انفكسيون تقرح في الالواز اكثر من 3 مرات في العام عامين دو سويت. ثم صور تو ترافقنا باش نجموا نفسروا اكثر للساده المشاهدين شو معناتها انتفاخ اللوزتين تحديدا، ان امكن نمروهم على الشاشه تنشوفوهم الصور تظهروا. اللي حبيت نسالوا اكثر شيراز، هل انه معناتها الانتفاخ هذايا في اللوزتين يسبوا لونجين ديما متكرره، معناتها تقيح في الحلق والا لا؟ اي هما لهنا
هنا هذوما هذا زوز حاجات هذا لوزتين كبار برشا منتفخين مسكرين الحلق معناتها صغير هذايا عنده تسكيره في في التنفس معناتها اوبستركسيون دي افوا ايريان سوبيريور مي جيم شي بلا معناتها دو غرو مورسو حاجات كبار معناتها عنده زاده مشكله في البلع معناتها هذه زاده مشكله اخرى معناتها وزاده يجم يعمل دي زونجين ريبيتيسيون واضح هذه وي هذا التسكيره اقل التسكيره اقل لكن البقع الحمراء هذيك معناتها اغيتي اي الفم كل ملتهب على خاطر هما الغدد اللمفاويه موجودين في اللحمات هذوكم اما مفرقين على الغشاء الواحد معناتها ساعات يقول لي عندي حاجات في لساني في لسان زاد فما لحمات هذه نوع من اللونجين والا لا وي نوع من لونجين اريتيماتوس واضح ساعات نشوفوا في اللحمات ثم البقوع البيضه هذيكم هذوكم احنا نقولوا لي كريبت و جي مع ام تحل فم صغيره يبدا صغيرها مقلق بحلقه ساعات تحلوا فم وتشوف اللحمات خارجين شويه وفيهم نقب بيض بحاجه صفراء تسمى كازير هذوما اميكداليت كرونيك التهاب مزمن لللحمات هذيا زادا سي اون انديكاسيون باش نحيو اللحمات حتى وكان ما يمرضش ديما بكريج موراه خاطر يعملوا الريحه ويقعدوا ديما في التهاب مزمن ديما كريج متحرق فيه وديما متقلق واضح بي دونك لهنا اللي حبينا نساله هل انه ثم علاقه ما بين التهاب الحلق واللحمات كي يبداو ظاهرين في الفم بالطبيعه اللحمات كي يبداو كبار يسبوا في التهاب ساعات التهاب مزمن في اللحمات في الكريشم وبعد لي زانفيكسيون زاده معناتها اهم حاجه راهو لحمات الخشم يسكروا راه الخشم دونك يعملوا لي زوتيت ا ريبيتيسيون لي زوتيت اللي هما اللي يطلعوا ورا الوتر الالتهاب نتاع الودنين معناتها المشكله في لي زوتيت كي يتعاودوا اكثر من 3 مرات في العام زاده نوليو نحيوا لحمات الخشم ومش كان لي زوتيت معناتها ماده وسخانه ساعات الماء ورا الطابله تو سامبلومون كي يبدا الماء ورا الطابله واذا كان ما مش لازم هذاك فورسيمون نحيو اللحمات مي اذا كان عمل ناقص السمع واذا كان الطابله تجبدت واذا كان الصغير موجوع نوليو اذا نحيو اللحمات الخشم وقتها وحدهم مش لازم لحمات الكريش دكتوره كي يتاثروا خاطر هما اللحمات حساسين ولا خاطر الطفل اكسبوزي للعوار تخليه يمرض اكثر من الاطفال الاخرين في العاده علاش هما مثلا عند صغير يلتهبوا اكثر وصغير اخر لا؟ هذايا بالطبيعه المناعه نتاعو وحالته الصحيه وتعرضه للفيدوسات ولا حاجه وهما خاطرهم هما يبداو كبار وفيهم التهاب موجود دونك يزيد يتزرع عليهم هو اللي شفنا في التصويره زاد دكتوره قلت لنا اللي كي نقصوا من التنفس ثم مرة حكيت لنا على اللي هما يزيدوا في إمكانية التبول الإرادي في الليل خاطر هما ينقصوا التنفس وبالتالي يرتخي الجهاز العصبي الكل. صحيح هو لوبستركسيون دي فايرين سوبيريور عند صغير تمثل مشكلة كبيرة ياسر تعمل له معناتها تنقص من الأكسجين في المخ معناتها فما صغار ماهمش معناتها ماهمش بيان سوفي يجيونا افيك ساعات معناتها تاخر في النمو العقلي معناتها ويبدا خاطر لونتون وهو ما يتنفس مخه ما يتنفسش مليح على خاطر عنده تسكيره في والتنفس بالفم ما يعوضش الفم يبدا مسكر كيما ريتا زاد في اي مرحله نحيو اللحمات الخشم اللي في الانف واللحمات اللي في الفم في اي مرحله نحيوهم اللحمات ما نحيو اللحمات كان يبدا فما عوارض معناتها مش على خاطر اللحمات كبار احنا باش نجريو باش نحيو العوارض انه كما قلت لكم اللوتيت اذا كان صغير مش اوتيتو لا نمشيو نجريو زاد نحيو اللحمات اذا كان عاود لوتيت لا ريسيديف معناتها اذا كان عاودها اكثر من مرتين ثلاثه اللي اذا كان عنده ما ورا الطابله وفما قلو مشكله في السمع واذا كان مشكله في القرايه زاده وقتها نحيو اللحمات الخشم بالنسبه للجريج وقت فما مشكله في التنفس صغير يشخر عنده السندروم تاع بنيت سوماي نقولوا مشكله ما يرقدش مليح ما يرقدش وما يتنفسش مليح في الليل مشكله كبيره ياسر ما يكملش اي ويبدا تعب ونمو حتى راهو النمو الجسدي ساعات يبدا صغير ما يكبرش معناتها نلقاو هذيك مشكله وقتها فريمون وزيدا كي يبدا عندنا لي زونجين ا ريبيتيسيون لي زونجين اذا كان نفوتوا ثلاثه اونجين 3 اونجين في عام عامين دو سويت
والا 50 جين في العام هذاك وقتها نوليو نحيو معناتها. فما حاجات اخرين نلقاو لحمه من لحمات واحده كبيره وواحده ما فماش، نخافوا لا يكون فما مرض كانسير نوليو نحيو ونحلو زاده. وكيبدا فما ساعات يصيروا ديزابسي ماده وبعض اللحمات نحلوا الماده ديكا ونصفوها، ما اذا كانت تعاودت المشكله هذه نوليو اوبليجي باش نحيو اللحمات. سؤال اخير قبل ما نمر ليكبر في حضني مع لبنى، باش نسالك لحمات الخشم اللي في الانف فماشي امكانيه انهم يذوبوا بادويه معينه من غير ما نلتجئوا للعمليه الجراحيه؟ احنا من عمرنا ما نعملوا العمليه الجراحيه هكاك، يجي صغير يشكي يا اخي نمشي ولا نحاولوا باش نداويوا بالحاجات البسيطه المداوات معناتها بالدويات، واذا كان صار با مارشي واذا كان لو روتونتيسمون كبير نوليو اوبليجي. واضح. بالنسبه لذا كيف اللحمات اللي في الحلق، اذا كان اجرينا عمليه جراحيه على اللحمات اللي في الحلق، صغير شنو ياكل؟ قداش تحب له الفتره باش يبرى؟ عمليه اللحمات هي عمليه ما فريكونت اما مهما تكون ماهيش متعبه بالنسبه، ويلزمها التحضير، ويلزم نعملوا تحليل دم ونشوفوا عنده شي سيوله زايده ولا عنده شي امراض في القلب، هذوما حاجات يخليونا نكون مرتاح زاده، ما عندوش انجين ياخذ دي زونتيبيوتيك ما يكونش عنده سخانه زاده، حتى جوست سخانه نوليو نوخروها ونعملوا التحاليل ويشوفوا طبيب المبنش باش يشوف عنده شي مشكله في القلب، مش هكاك معناتها يبان جوه كله. اللحمات احنا في تونس نعملوا اللحمات بالجراحه العاديه بنش كامل. وفما في فما شكون كونت كيبدا معنا ما نجموش نعملوا بنش كامل، يعملوا لازير والا ميكرو ديبريدور، مي ماهمش ما ينحيهمش كومبليتمون دي سيانس بلوزيغ سيانس ويتعاملوا من غير انستيزي، اما ماهمش ليفيكاسيتي اقل. دونك بالنسبه للعمليه يخرج في نهارو دونك نحضروه ويعمل عمليه جراحيه نحيوهم كل ونوقفوا الدم بال يا اما التخييط يا اما بال الكترو كواغولاسيون، ومن بعد يسمو مراقبه دقيقه معناتها نخافوا من شنو ياكل بعد ما يكمل مثلا العمليه نتاعو، قداش يقعد باش ياكل؟ يسمو سوائل والا ينجم ياكل سوائل بارده بهذول سوائل بارده على خاطر السخون يخلي لنا ليموراجي يعمل لنا الدم، سوائل بارده ومن بعد نهارين هكاك سوائل بارده ياغورت ياغورت حاجتها هكاك كلاس باش يبرد البلاصه، ومام تو يلزم سورفيونس يلزم الطبيب يشوفه معناتها كل اربع سوايع، ومن غدوه ينجم ياكل برودو مرحي بارد زاده. قداش تحبلو الفتره معناتها المرحله باش يبرى؟ اربع ايام يبرى في السوائل يبرى يتحسن يقعد شويه وجع توجع عمليه توجع اي صحيح بالضبط اما بعد يرتاح. جربتها وانا صغيره. شكرا لك دكتوره شيراز احسن على الحضور معنا في هذه الفقره تحديدا ونتحدثك معنا في انتفاخ اللوزتين، العوارض، الاسباب وكيفيه العلاج بالتحديد. نمشيو الان ليكبر في حضني مع لبنى، نشوفوا لبنى شنو باش تحضر لنا لليوم. تجربة بريرة مع اللحمات فاطمة. تجربة تجربة صعيبة عمري 5 سنين. تجربة صعيبة شوية ولكن الحمد لله الطب قاعد يتقدم يلقانا في الحلول. في يكبر في حضني اليوم باش نحكي على حاجة في علاقة بموضوعنا الرئيسي وهو المطالعة، كيفاش صغيرنا نشجعوه على تعلم اللغة وعلى النطق بطريقة صحيحة. لازمنا نعرفوا اللي صغيرنا في ما بين في ال 12 شهر الأولى يبدا يصدر في أصوات من خلال لسانه، وفي الشهر 18 يقولوا الأخصائيين أنه ينجم ينطق 50 كلمة ولكن راهو يفهم أكثر بيسر من 50 كلمة في العمر هذا. ما بين العامين وثلاث سنين تبدا صغير ينطق كلمات برشا كلمات وساعات يتواصل حتى باش يكون جملة. من سن 3 إلى 4 سنين يولي قادر أنه يكون جمل كاملة وينجم حتى كأنه ماهوش ولدك وإلا بنتك، نجم حتى كأنك عنصر غريب شوية على العائلة تفهمه شنو ينجم يقول. شنو باش نحكيه اليوم في هذا كل كيفاش نجمو نشجع صغيرنا أنه يتعلم كلمات من خلال حاجات سهلة وبسيطة. دونك بالنسبة لثلاثة وأربعة سنين نبداو بهم الترونش الأولى متاع العمر يلزمنا نشجع صغيرنا أنه يكون جمل أطول يستعمل فيها أكثر كلمات، كما قلنا في العمر هذا ينجم ينطق أكثر كلمات وذلك من خلال حاجات اللي يحبها، مثلا القصص هذوما جبت قصص
يناسبوا العمر هذايا 3 و4 سنوات، دونك فيهم كلمات قصيره حسب ما هو ينجم يتكلم، وفيهم الوان واشكال اللي تشجعوا انه باش يتعلم كلمات جدد. وتنجم انت الام تردد معاه، مثلا انت تقول طق طق وهو يكمل الكلمات الاخرى، من هناك، استيقظ استيقظ. ديما نقولوا اللي الالوان الزاهيه والاشكال اللي يحبها الصغير والقصص اللي يتقرب لها صغير ديما تخليها يقبل اكثر المعلومات. نجموا ايضا نحكيوا لصغيرنا اللي عمره 3 و4 سنين قصص فيها مشكل، مشكل مش بالمعنى الكبير اللي نجموا نتخيلوه، ولكن مثلا انا جبت قصه كيف هكا اسمها ميمي وفلة. مثلا ديما في وسط القصه هذا اسمه بطل القصه اسمه علي، عرضته مشكلة انه طيح قطوسته، ونعرفوا قداش الصغار يحبوا القطاطس. طيش قطوسته، هذوما اولادي عملوا بعض الاشكال في القصة باش تلقم تجيب من دارها. وليه يوريك قداش صغير معناها وهو يقرا ينجم يتعلم برشا حاجات. دونك هذا طيح قطوسته في البئر، وهنا تعترضوا مشكل. تنجم انت تقول لصغيرك شنو تتصور مثلا علي باش يعمل، يا كيفاش زعما شنو باش يعمل علي القطوسته. ينجم هو وقتها يشجع مخيلته ويستنبط افكار، وهذا من نجم كان يشجع التواصل ما بين الام والابن. هذيك قصه اخرى جبتها فيها هما حتى في نهايه القصص يعطيهم معناتها طريقه، يسالوهم اسئله باش يعرفوا الصغير يفكر والا لا، ومن بين الاسئله يقول لك فكر واجب. معناتها لهنا الوالدين هما اللي نجموا يعاونوا ابنائهم في الحكايه. هذا الاسد الوفي فقد صديقه في ثنيه. تنجم انت تساله وتقول له زعما شنو باش مش نحكي الأسد. لا مش نحكي، باش نتعدى الى بعد. شنو كان صغيرك قال لك حاجه وما نجمتش تفهمه؟ فما صغار في 3 سنين مازالوا ما يفهموش برشا شنو الحكايه. تنجم انت تقول له مثلا شنو قلت لي؟ قلت لي اكل حاجه اشطر الفكره، وتخليه هو يكمل الفكره الاخرى. هكاك تنجم توريها اللي انت ديما مهتمه بشنو يقول، وتعطيه وقت معناها اللي انت مركزه معاه. وتنجم ايضا طريقه سهله ياسر انك تخليه ينطق ويتعلم حاجات عن طريق التصنيف حاجات، مثلا وسائل النقل، حيوانات. هكا يتعلم في مخه اللي فما حاجات هذيك راي وسائل النقل، والحاجات هذيك راي حيوانات. مثلا الاسد نقول والحمار والا والحصان راهم هذوما حيوانات، وتعلموا كيفاش ينطقهم. والا هذه خاصه الحاجات نعرفوا اللي صغار يحبوا ياسر السيارات، هذه سياره، تعلموا بالالوان. وايضا حتى من خلال الالوان هذا، خاصه الالوان اللي يفاو بنفس النهايه، اخضر احمر، يتعلم الكلمات اللي عندها نفس طريقه النطق. بالنسبه ل4 و5 سنين صغيرنا كبر ساي ونحضروا فيه باش يدخل للتحضيري والا المكتب، ما نجموا كان نشجعوه على المطالعه ومن خلال مرافقته اولا في ان نقراو له قصه، والا حتى نخليه ساعات يستمتع ويكتشف القصه وحده. نجموا نقولوا له وقتها نعلموه انه يكون جمله كامله، مثلا السيارة، أنا عندي زوز سيارات كهو، نجمو السيارة، الدراجة، وحتى بالعربية معناها الكرهبة والحافلة، راهم هذوكم وسائل نقل تاخذهم ماما وبابا باش يمشيو لخدمتهم، وتاخذهم العرش أوزا وإلا محمد معانا اليوم باش يمشيو للروضة نتاعهم، تسهل لهم أكثر الأفكار وحاجات تكون قريبة منهم. وكان قريت له قصة، نجم بعد تسأله تقول له شكون هذايا، تعاود تحل القصة مثلا شكون هذايا، تسأله وش بيه وشنو عمل ومع شكون مشى. يعني تشاركه أنت في الحوار، تعطيه أسئلة باش يتعلم الأسئلة اللي ما يجاوبش عليها بإي ولا. أيه. اللي يجاوب عليها جملة مفيدة، جملة مفيدة وحاجات واضحة وكما نقولوا كونكريت. وحاجة أخرى تنجم أيضا تعلموا أنه ينطق بالصيف عليه، فما صغار نشوفهم بخلي شوية في النطق، يجاوبك يا إيا لا، ذاك هو ما يزيدكش أكثر من هذاك. نجم نشجعوا أن ساعات كما نقولوا ندكوا عليه شوية هكا بطريقة استفزازية، نقولوا له نجم مثلا تنظم تحط صباتك في الجاردروب وإلا لا، سبابه ما يتحشوش في الجاردروب. يولي هو يجاوب ويفيق اللي هو معنى انت تستفز فيه، وماهوش بيجاوبك لا اي والا لا. كي يجاوبك اي والا لا؟ لا لا،
انت كي باش تساله سؤال عادي تقول له تنجم تحط صباتك مثلا في القجر، يقول لك اي ولا يقول لك لا. اما كي تستفزه بطريقه تقول له تنجم تحط، يقول لك لا باش نحط صبابتي في البلاصه المخصصه. ويلزمنا نعرفوا حاجه اخرى فاطمه اللي بالطبيعه ديما نقولوها مع الاخصائيين، اللي كل صغير عنده الريتم نتاعو وعنده درجه النمو نتاعو، وقتاش ينطق وقتاش ينجم. صغير 3 سنين ينطق خير بياسر من صغير 5 سنين. وديما نقولوا اذا لاحظت للام حاجه ماهيش عاديه والا فما تاخر في طريقه النطق والا في معنى تجاوب صغيرك معاك، بالطبيعه تشاوروا طبيبو المختص. ديما نرجعوا للاخصائيين. شكرا لك لبنى. هو اكيد معناتها برشا يقول لك الطفل ابتداء من العام وثمانية شهور كما قلت انت يبدا الشون ليكسيكال نتاعو، الباجاج الستوك نتاع الكلام يبدا يتعبى، شنو سمع من بوه شنو سمع من امه كلام، ويبدا ابارتيغ من عمر عامين وثلاثة شهور يبدا يتكلم كلمات تنجم تكون معبره وعندها معنى. تفضل هيك. هذا يبدا بنمط موسيقي يتسمى ريتم بناء، لانه مثال كما قلت انت طق طق هي ديما تكون 1 2 بابا ماما، وبالتالي هي اول مرحله هي تبدا في اللغه هي المرحله البناء اللي فيها زوز معناها دو سيلاب، ومن بعد يتطور حتى يولي تكوين جمل. واكيد كما قالت لبنى القصص هما من اجل تقريب القيم، لان اذا كان باش نحكيو لولدنا على الصداقه في مجملها هي صداقه مفهوم فلسفي كبير، لكن كان نحكيو له المفهوم هذا من خلال قصه اسد وقطه والى غير ذلك، ربما تقرب المفاهيم وتقرب الذهن. كيف فاطمه زاد بطريقه سمحني زاد ملاحظه اخرى، طريقه صحيحه ننطقوا الكلمات بطريقه صحيحه، مش معناها الكرهبه ننطقوها كيف ما هي، مش كيف ما ساعات ثم ساعات اولياء صغيرهم يقلب الكلام، هما يقلبوا الكلام كيما طفلهم، لا نصلحوا له باش هو ينجم يسمع الكلمه صحيحه وينطقها صحيحه. باش نقدم لكم الكتاب هذايا مون برومي كوفري، معناتها الكتاب هذايا هو مجموعه على 12 كتيب صغير فيها الوان مختلفه وفيها اشكال مختلفه، هو في شكل كتيبات صغيره معناتها ماهوش بوزر والا حاجه، تنجم الام والا الاب يعتمدوه بالتاكيد باش يوضحوا لاطفالهم شنو اللون شنو الشكل شنو لهنا الحيوانات انواع الحيوانات، بالتاكيد تبدا يقول لك وعلموهم وهم يلعبون. هيك علاش حبيت نقدم لكم الكتاب هذايا، ان شاء الله يكون نال اعجابكم بالتاكيد. باش نمشيو البلاتو الثاني اليوم، باش نتحدثوا على دور المطالعه في تميز الطفل تحديدا، هل انه المطالعه اليوم او تميز الاطفال يبدا وقت اللي صغير في فتره معينه يبدا يطالع ويبدا يقرا، كيفاش نغرسوا فيهم حب المطالعه، الاولياء اليوم علاش هجروا هما بطبيعتهم المطالعه لغزو التكنولوجيات الحديثه البيوت، هذا هو موضوع حصتنا لليوم. تلقوني في البلاتو الثاني، لكن قبل هذا يكون خليكم مع البوم الصور اللي اخترناه لليوم. Joe's gone. Don't know when it's coming back. There's no disguise. I can't hide this pain inside. Oh no. For every mistake that I make, there's a price to pay. Got to
البلاتو برنامج عائلتي بالدنيا. اليوم باش نتحدثوا على موضوع مهم اللي هو دور المطالعة بالتحكيك في تميز الطفل. اليوم المطالعة نوعا ما هجرت البيوت امتاعنا. تحضر معنا في الموضوع هذايا مدام سعاد، أهلا وسهلا ومرحبا بك، شكرا لك على الحضور. وأيضا سي عبد الجبار الشريف، هو كاتب سي عبد الجبار ومؤلف وأيضا زميل معنا في التلفزة التونسية، معد برامج بالتحديد، شكرا لك على الحضور. اليوم نبدأ معك مدام سعاد. مدام سعاد، نتحدثوا على المطالعة، فوائدها بالتحديد اليوم، علاش الأسرة التونسية هجرت نوعا ما المطالعة في البيوت، ما عادش كما قبل نطالعوا، صحيح وإلا لا؟ المطالعة تبدأ خاصة في الأسرة ومع الأسرة منذ سنة قبل الدراسة، واللي نشوفوه توا عزوف الكبار على القراءة وعلى المطالعة، مردوا أنه تنمية الميول القرائية هذه ما تمتش كما ينبغي في منذ الطفولة الأولى. صحيح. الطفل كما ديتو توا باش نرحب بمحمد بحذينا زاده في البلاتو. عسلامه محمد. عسلامه. تحب المطالعه محمد؟ اي. قداش تحب المطالعه؟ برشا. تقرا انت ولا يقراوا لك؟ نقرا انا. تقرا انت، توم بعديك نشوفوك تقرا انت ولا تخلي سي عبد الجبار هو اللي يقرا لك. قداش عمرك ساعه؟ 6 سنين. 6 سنوات. باهي، نكملوا مع مدام سعاد. الطفل توا ريتو يتصفح في الكتاب، ربما مازال يتهجر، مازال ما يقراش الخطاب المكتوب كما ينبغي، لانه مازال ما يحذقش اليات القراءه والكتابه. وهنا دور الولي، لان المطالعه، مغامره المطالعه تبدا مع الاسره وفي الاسره قبل ان تتم في المدرسه او في التعلم النظامي. الطفل هنا يلزم توفر له الاثر المكتوب في المنزل قبل ان يتوفر له في المدرسه. كيف ذلك؟ معناها توفر له مكتبه
الأثر المكتوب فيه يدور في المنزل، يلقى مجلات، يلقى كتب، صحيح. يلقى موروث ثقافي موجود نأثوه كما باش نشريوه تحفة، نشريوه غير ذلك معناها مزهرية، نشريوه كتب نأثوا بهم المنزل نتاعنا ونأثوا بهم خاصة بيت الطفل. أكيد. أنا باش نسأل سي عبد الجبار، هو أنا طرحت سؤال بطريقة معناتها شوية مستفزة للوالدين، هل أنه اليوم تميز الأبناء، على خاطر نعرف أنه أغلبية الأولياء يبحثوا على تميز أبنائهم، هل يبدأ بالمطالعة؟ خليني قبل كل شيء أخت فاطمة أقول بكل أسف أن ثقافة المطالعة اليوم في الوطن العربي حسب إحصائيات اليونسكو والأليكسو ووزارات الثقافة في الوطن العربي كلها تجمع على أنها معضلة، من المعضلات الكبيرة ومتعلقة أساسا بقضية التنمية في الوطن العربي. أنا سأجيبك سؤالك، لكن لأضع الأمر أو القضية أو المعضلة في إطارها، هناك معضلة تحاول المدرسة اليوم بقدر ما أوتيت من جهد لتلافيها، تحاول وزارة الثقافة من خلال الخطة الوطنية للترغيب في المطالعة والتي تنفق من أجلها ملايين وملايين من الدينارات من أجل الترغيب في المطالعة، ما زالت المعضلة قائمة. والسبب الكبير في هذا يعود إلى كوننا ننتمي إلى أمة هي أمة تسمى بأمة إقرأ. أول حرف في البدء كانت الكلمة وكانت إقرأ، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى، ولكننا ما عملنا بذلك وأهملنا هذا الجانب، حتى المدرسة التي كانت تشجع على هذا هي المدرسة اليوم تخوض تجربة مريرة ونحن نعرف كل ذلك. إذن لم يبقى إلا المدارس الخلفية، نسميها المدارس الخلفية، من بينها الأسرة ومن بينها النوادي ومن بينها دور الثقافة ومن بينها المكتبات العامة، هي اللي من واجبها أن تأخذ المبادرة وتعيد للمطالعة أوجها وألقها الذي كانت عليه في أزمان سابقة عندما كان أجدادنا يسافرون على الإبل وعلى الأجياد من أجل جلب مخطوط وتبادله ونسخه وترويجه. اليوم الأسرة تتعلل بكثير من التعلات الواهية، وهي أن وسائل الاتصال الحديثة أو الأوعية الحديثة التي نسميها تلفزيون، وجيلنا اليوم جيل تلفزيوني بامتياز، واليوم جيلنا كله يتجه نحو هذه الوسائط الحديثة من بينها الانترنت والكتاب الإلكتروني. هذه كلها تعلات واهية، فالأمم التي اخترعت واكتشفت هذه الوسائط اليوم تطبع مليون نسخة في الغرب الكتاب الكهول، فما بالك بكتاب الصغار وهاري بوتر. تقريبا أنتم تعرفون هذا الكتاب، يبيت الناس وهم مترصين في صفوف من أجل الفوز بكتاب هذا. كتاب هذه كاتبة إنجليزية فعلت، وكل الكتب تطبع بالملايين ويقبل عليها الناس. هؤلاء هم الذين اخترعوا الوسائط الحديثة، ومع ذلك المطالعة ما زالت تشهد ألقها عندهم. ونحن شو الأسباب حسب رأيك؟ الأسباب كثيرة، تعود إلى كسل ذهني أصبح وإحباط لدى الناشئة بالدرجة الأولى. وأنت تعرف والسيدة الآن تحدثت عن دور الولي، ودور الولي الذي ينفق في سبيل ملذاتهم وفي سبيل كثير من الأشياء الزائدة الكمالية ولا يقتنون كتابا. الأم في الغرب عندما تخرج إلى السوق تحمل قفتها وتحمل متاعها وتمر على الكشك فتشتري الجريدة والصحيفة والمجلة لطفلها ولزوجها ولأبنائها، مثلما تشتري الطماطم والفلفل والبطاطا. فكل ذلك سواء. صحيح أنك تقول لي القدرة الشرائية تختلف منهم ويعني بيننا وبينهم،
غير صحيح. أنا أقول لك بالتجربة أن وزارة الثقافة تقتني اليوم بالملايين كتب مكدسة في مخازن وتوزع على مكتبات عمومية تعد بالآلاف في الجمهورية التونسية أساسا، ولا يرتادها الأطفال ولا يرتادها الشبان، إنما يرتادون هذه المكتبات من أجل المراجعة. فالمطالعة بالنسبة إلينا هي قضية نفعية بالدرجة الأولى لنتحصل على شهادة. وأين الأمية الحضارية منتشرة اليوم؟ هي منتشرة لدى الطبقة المثقفة، الطبقة المتعلمة التي نالت شهائد وهي في الواقع بعيدة كل البعد. ورقية يعني لهنا أنت تربط المطالعة وإلا قراءة الكتب، المطالعة في حد ذاتها بالثقافة. بالثقافة. والثقافة نعم. اليوم إذا أردنا أن نتعمق، اليوم الظلام الذي يكتسح ديارنا منين جاء؟ هو في صراع مع النور. هؤلاء لم يتلقوا تعليما بالدرجة الأولى، ولم يتلقوا ثقافة في بيوتهم من خلال الكتاب اللي هو الزاد الأساسي للمعرفة، الكتاب الورقي. وإذا تحدثنا اليوم عن الكتاب الإلكتروني، أقول لك إن الكتاب الإلكتروني هي حقيقة أريد بها باطل، هي صحيح موجودة، ونحن ندعو أطفالنا ونشجع صغارنا على تصفح هذه المواقع، ولكن من أجل الاستفادة. هذا الكتاب الذي كتبته السيدة واللي كتبته أنا موجود اليوم على المواقع. إذن فأصل المكتوب هو الذي يغذي اليوم هذه المواقع. فالكتاب الورقي حضارة، كثير من الناعين ينعون أن حضارة الكتاب قد اندثرت. لا، لن تندثر، لكن فينا كسل ذهني هو اللي طاغي علينا، وفينا إحباط، فينا يأس، فينا كثير من اليأس، حتى أصبحنا لا نقيم للثقافة وللعلم حتى المدرسة. ما ننكروش أن المدرسة اليوم عندها، أنا درست 37 عام، درست المطالعة المسيرة، وأنا ضد المطالعة المسيرة. يعني المطالعة المسيرة شتقصد؟ مسيرة، أن في القسم في الفصل بالنسبة للتعليم الابتدائي أو الثانوي يختاروا من مكتبة المدرسية اللي هي جلها فارغة كتبا توزع على التلاميذ سواء كانوا في الأساسي أو كانوا في الثانوي، ثم يكلف الأستاذ تلاميذه بقراءة ذلك الكتاب، ثم يأتي نشاط بعد ذلك لاختبار مدى قدرة التلاميذ على الاستيعاب من خلال التلخيص، من خلال أنشطة بيداغوجية أخرى، أجهزة بيداغوجية نعرفها نحن، لكن لا وقت للحديث أنت ضد فيها الطريقة الآن. هذيك. لست ضدها، إنما نقول هي وسيلة للتحفيز فقط. صحيح. تعرف المدرسة، المدرسة لا تعطي العلم، المدرسة مفتاح. نرجع له هذه في ركن آخر على المدرسة تحديدا. أنا أقول المطالعة في المدرسة نعم. مسيرة، نحن نرنو نطمح نريد المطالعة الحرة نعم. يندفع إليها الطفل من تلقاء نفسه ليقرأ ليستمتع ليتفتح ليضيف لنفسه رصيدا لغويا جديدا، ويضيف أفكارا وتجارب من خلال حيوات وأقول ليست حياة. أنا عندما أتصفح مكتبة لا أرى إنسانا قد كتبها، حياة كانت تمشي على أرجلها. نمشي مع محمد نعود رحب بيك. حبيت نسألك من أي عمر معناتها بديت هكا تسمع الحكايات، بدأوا مثلا والديك يقرأوا لك في أي عمر؟ خمسة سنين بدأوا يقرأوا لك القصص. وكيفاش بديت حكايتك مع المطالعة؟ تحب تطالع وإلا تحب أنت تحب تطالع ولا تحب تسمع القصص؟ تحب تطالع. وأنت تعرف تقرأ الجمل؟ متمكن من الجمل؟ بيتهم بعديك سي عبد الجبار يقرأ لك قصة بالتحديد، لكن حبيت نسأل أكثر في البيت متاعك، في الغرفة متاعك، عندك غرفة وحدك؟ مع أختك. في الغرفة متاعك شنو عندك؟ قديش عندك كتب؟ قديش عندك قصص للمطالعة؟ عندي 10 قصص و10 كتب. 10 قصص و10 كتب. علاش حسبتهم بالعشرة؟ معناتها باش تقول برشا. شنو ما القصص اللي يعجبوك أكثر؟ علاش تحب المطالعة؟ على
على خاطر انا استنس بها وانا صغير، كي كبرت وليت نحبها. وساعدتك المطالعه في التعبير الكتابي في القسم؟ اي. قداش جبت في التعبير الكتابي؟ قداش جبت معدل الكل؟ 16.5. 16.5، يعطيك الصحة محمد. حبيت نسألك أكثر حاجات خاصة على الدراسة. أنستي في المكتب هي اللي قالت لكم طالعوا قصص، وإلا اختيارا من التلميذ هو اللي يختار يطالع وحده؟ أنا طالع وحدي. وأنستي في المكتب قالت لكم وإلا ليه؟ قالت لنا اشتروا قصص ونطالعوهم في المدرسة. طالعوا قصص في المكتب مع بعضكم، كيفاش أنستي في المكتب؟ كيفاش تتعامل معاكم؟ معناتها تاخذ هي الكتاب وتقرا لكم القصة، وإلا كل واحد يقرا فقرة معينة؟ هي عندها قصص وريتهم قصصها باش نشريو كيفها، وهي عندها قصصها وإحنا عندنا قصصنا. هما نفس القصص اللي عند أنستي؟ كل واحد قصته قدامه ويتبع. أكثر حاجة تستهويك القراءة وإلا المشهد تعبر عليه؟ المشهد نعبر عليه. تحب أكثر لغة التعبير بالمشاهد. باش نمشيو توا الروبورتاج، باش نخليكم على أنغام هذا الروبورتاج اللي حاولنا أنه نحضروه في علاقة الطفل والمطالعة. اليوم دور المطالعة في أنها تخلي الطفل متميز على الأقل على المستوى الثقافي. نشوفوا أول روبورتاج ثم نعود. إن غابت الأصحاب فصاحب الكتاب، حكمة وعبرة يسعى درس المطالعة للسنة الثانية ابتدائي بالمدرسة الابتدائية الوردية 2 إلى تكريسها من خلال تجربة نموذجية تشاركية بين المدرسة والأسرة بهدف ترغيب الأطفال في المطالعة. إيمان منا في بتجربة تعميم المطالعة بحكم أنها هي رافد من الروافد الأساسية للتربية ولتحسين الإنتاج الكتابي ولتحسين مكتسبات التلميذ، أنه قمنا احنا كمدير مدرسة أنه قمنا بالتنسيق مع الأولياء باجتماعات تحسيسية ومددناهم بأهمية المطالعة والعودة إلى قيمة المطالعة ومدى صداها وتفعيلها في تعميمها بالنسبة للتلميذ في استعمال تحسين التعلمات الأساسية لديه التي سيوظفها هو في كل المواد، لأن هي أهم مادة، لأنه التلميذ كان ما يطالعش ما ينجمش حتى مش يقرأ القراءة، مش ينجم يقرأ حتى المسائل الرياضية كذا، لأن هي أهم مادة. درس المطالعة يقوم على اختيار مجموعة من القصص الموجهة للطفل، يتم انتقائها والتدقيق في محتواها من قبل لجنة من المربين. في حصة المطالعة احنا عندنا الحصة الأولى وهي اختيار الـ 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 القصص. الاختيار يكون من طرف الأطفال، اختيار قصص مجموعة قصص. عندنا مكتبة بتاع القسم وعندنا المكتبة المدرسية، يقع اختيار القصص هذه للتلاميذ، يختار مجموعة من القصص في كل مرة سلسلة معينة لدار معينة. اختيار القصة يكون من طرف لجنة المربين أو مجموعة من المربين، تكون قصص هادفة ذات معاني كونية وإنسانية، هادفة للإنسان للطفل الصغير، بعيدة على مظاهر العنف والفوضى. بياض الثلج، الأميرة النائمة، الثور والحمار، في ضيعة الجد، قصص من بين أخرى تورثناها وتربت على معانيها وقيمها أجيال متلاحقة. كانت في قديم الزمان أميرة، يخي أمير ومالكة، يخي جد الحيوانات هي الملكة، كانت ماهيش فرحانة، يخي جات الحيوانات تدور بها وهي عاملة هكا. تعالى نميلة مشت تشرب في البحيرة، يخي جاي الريح وغرقت، بعد تصيح تصيح حتى اللي سمعتها حمامة.
كان لأحد الفلاحين ثور قوي وحمار هزيل. فجأة أجفل الحمار فبقي طاهرا طاهرا معلقا في غصن الشجرة يكاد يسقط ورجليه تتدليان في الهواء والحمار قريب منه ينظر إليه في مكر ويعمق ساخرا. مثل النوادي والأنشطة هذه من شأنها أن تعيد حب المطالعة للأطفال، خاصة كي نعرفوا اللي 20% من التوانسة ما قراوش حتى كتاب في حياته. نرجو معكم لبلاتو برنامج عائلتي بالدنيا. نرجع معك مدام سعاد السوري أعنان، أنت مؤلفة قصص تحديدا للأطفال شريحة العمرية 5-6 سنوات ومساعدة بيداغوجية. باش نسألك على كيفية اختيارك للكتابة، وعلاش توجهت للشريحة 5-6 سنوات تحديدا، واليوم شنو اللي يخلي الطفل يكون مغروم بالمطالعة؟ تأليف الأطفال خاصة في الشريحة العمرية ما بين 5-6 سنوات مفقود نسبيا بالنسبة للمكتبات والقصص المتوفرة حد الآن، ما تعتنيش برشا بالشريحة العمرية هذه، على خطر تقولك الطفل لا يقرأ الخطاب المكتوب في السن هذه، يلزم شكون يقرأ له. هنا فكرت لما لا ننطلقوا اولا من الخرافه الشعبيه، علاش هو هي الترغيب في المطالعه عبر المشافهه من انسب معناها، يعني عبر المشافهه يعني كيفاش؟ بالمشافهه، لان الطفل هنا لا يقرا الخطاب المكتوب انما يستمع الحكايه تحكي له حكايه. وكان تذكرش قبل كانت عندنا الجده هي اللي تحكي لنا خرافات تخرف لنا ونتلموا في نصف دائره حولها وتبدا كل التشويق الى غير ذلك، معناها نقتديو بموروثنا الثقافي. اذا كان الطفل هنا بالنسبه للطفل الخمس سنوات ما نلقاوش ما يتناسبوا من القصص اللي تتناسب بالشريحه العمريه والقدرات الذهنيه على فهم القصص الموجوده، نجم نلتجئ الى موروثنا الثقافي بالمشافهه. كيف كيف بالنسبه اختيار القصه بالنسبه للولي يلزم على شنو يركز تحديدا باش يختار قصه؟ يلزم الغلاف الخارجي يكون جذاب، العنوان يوحي بتساؤلات يرغب الطفل في قراءته، الخطاب المكتوب يكون مكتوب ومشكول شكل تام، الصوره تكون جذابه، كيف كيف من حيث المضمون الطفل هنا يلزم ان المضمون القصص تكون من الادب العالمي او من الادب التونسي، كيف كيف يلزم نرى انه تمرر ايجابيه معناها قيم انسانيه كونيه بصفه عامه اللي تركز الصدق، نبذ العنف، نبذ التطرف. من خلال الاسلوب في الكتابه نجموا نقراوا الخطاب هذايا، اسلوب الكتابه. اذا انا ما كملتلكش على انه المواصفات الموجوده في القصه لازم تكون تتماشى مع قدرات الطفل على فهمها. الخطاب المكتوب ما لازمش يكون طويل ياسر، عدد الصفحات. يعني انت تركز على الصوره والا تركز اكثر على الفقرات اللي تكتبهم؟ نركز خاصة على الصورة، نكون في تفاؤل أنا والرسام اللي يرسم الصورة. صحيح. تكون الرسوم صحيحة زادة، خاطر ساعة ساعة الرسام يرسم لك قرنيطة فيها 6 صوابع مثال، يرسم قرن دجاج فيه زوز ديالك لغير ذلك. كله عنده معنى بالتأكيد، تابع الرسام تابع الخطاط. إذا كنت باش تعمل كتاب مثلا حول تعليم الأطفال الخط، يلزم تكون الكتابة على أسس سليمة. كيف كيف من حيث الأسلوب ومن حيث اللغة، تكون اللغة فيها فكاهة، فيها كالسجع، كان يا ما كان في قديم الزمان وخالف. احكي لنا قصته. إذا أنا ياسر معناها نميل لموروثنا الثقافي. موروثنا الثقافي غني وفي منجم من الأسلوب، معناتها عنده قيمته الأسلوب. وقت اللي الوالدين يحكيوا لابنهم وإلا بنتهم قصة عنده قيمته الأسلوب، باش يغرم الصغير بالمطالعة. يغرم الصغير المطالعة. عندك توا احنا على أبواب معرض الكتاب الكرم، الطفل هنا يصاحب الولي متاعه
خاطر تجذير عادة المطالعة تبدأ منذ سن ما قبل الدراسة. الطفل كيف يهز الولي أو المرة المعرض الكتاب المعرض الجاي ولي الطفل هو اللي يهز والديه. شنو اللي يجلبه تحديدا؟ وأنا لمدة 12 سنة نهز مجموعة من التلاميذ من مدارس الكل وإلى جناح خاص بالمطالعة بالشراكة ما بين يعني وزارة اللي حبيت الثقافة وإدارة نستفسر المطالعة. عليه أنت كولي وقت اللي تقرأ لولدك ولا تقرأ لبنتك تغرموا بالقراية وإلى أي مدى معناتها ينجم تغرموا مثلا 3-4 سنين 5 سنين وبعديك يهجر المطالعة ما عادش يحب يقرأ؟ هذا مشكل الولي اللي ما يعرفش قيمة المطالعة، خاطر المطالعة إذا كان بدعوى أن الأولوية للواجبات المدرسية يعزف عن المطالعة ويعزف عن تشجيع الطفل نتاعو على القراءة. وهذا خطأ كبير لأن الترغيب الطفل في المطالعة عنده مردود إيجابي وانعكاسات إيجابية خاصة بالنسبة للتمدرس النظامي اللي احنا نحسبه المطالعة هي مضيعة للوقت. باش نسألك على القصة اللي عندك شنو عنوانها؟ هذه وجدان والخروف. وجدان والخروف على شنو تحكي؟ تحكي على في يوم عيد الأضحى قبل عيد الأضحى بيومين أو ثلاثة الولي أنت تنجم تحكي القصة لمحمد وتسأله أسئلة باش تفهم ردة الفعل نتاعو هل أنه فهم المعنى وإلا لا؟ محمد باش تسمع مدام سعاد باش تقرا لك القصة هي معناتها تتناسب مع عمرك على الأقل. ربما نخلي له هو الاختيار باش يختار القصة اللي تناسبه. لا اختار محمد. تختار وجدان والخروف ولا عزيز حذاء وعزيز. قوم محمد مثالش قوم واختار القصص. ولا ورقة الخريف. ولا وردة الربيع. ولا هنا التربية المرورية هي نوعا ما فيها بعض على إشارات المرور. على إشارات المرور تخلي الطفل يتبنى سلوكات إيجابية متصلة بتعامله مع الطريق. نجذب سلوكات إيجابية متصلة بقواعد السير والمرور وعبارة بالنسبة لنا كود لاغوت بالنسبة لطفل 5 سنوات. أنا الكتاب هذا يعجبني برشا ويعز عليا. نشوفوا الصغير هو شنو اللي يعجبه أكثر، شنو اللي يعجبك في القصص هذوما الكل؟ وجدان والخروف. علاش عجبتك القصة؟ شنو اللي عجبك فيها؟ خاطر نحب برشا الخروف. تحب الخروف؟ برشا الخروف. تحب برشا الخرفان. أنا قرب عيد الأضحى اصطحبت وجدان والدها إلى سوق الغنم لشراء كبش العيد. ما بين قوسين وجدان هذا اسم بنتي راهي تو تسمع فيها. أهي ربي يفضلها لك. بينما كان يطوفان بين الكباش والخرفان لفت انتباه وجدان خروف أسود اللون له قرون صغيرة وأولية كبيرة وكان ينظر إليها وكأنه يرجوها أن تأخذه معها. توقفت عنده وقالت لأبيها من فضلك يا أبي اشتري لنا هذا الخروف. أجابها الأب هذا خروف صغير يا ابنتي وأنا أرغب في شراء كبش كبير بلحم كثير. فنظرت إليه وجدان متعجبة وقالت ألم تقل لي يا أبي أن عيد الأضحى مناسبة للتسامح والتقارب بين الأهل والأقارب وليس مناسبة لأكل اللحم. عجبتك القصة؟ شنو فهمت منها القصة؟ باش تعاود تلخصها لي انت تو. فهمت بصوت قوي. فهمت منها هذايا وهذايا. اش بيها وجدين؟ وجدين حبت؟ حبت تشري هذا الخروف. تشري الخروف، يا أخي؟ يا أخي أبوها قال لها. إي؟ شنو قالها أبوها؟ شنو قالها أبوها؟ ميسيرش تكلم. هذا خروف صغير وأنا أريد كبشا كبيرا وفيه الكثير من اللحم. أي يا أخي وجدين شنو قالت له؟ قالت له أنه العيد؟ أنه العيد مناسبة؟ مناسبة؟ للتسامح. للتسامح؟ و
بالتسامح والتقارب بين والتقارب. أبوها شنو يحب هو؟ يحب كبش كبير. كبش كبير علاش زعما؟ خاطر فيه برشا لحم. فيه برشا لحم. يعطيك الصحة محمد، نجم تاخو مكانك؟ إذا قيام المرة حبيت نفهم، هل أنه صغير كي تقرأ له قصة من أول مرة ينجم يفهم العبرة متاحة وإلى لا؟ معناتها هذا علاش حاولنا نقوموا بالتجربة هذه على الأقل. حسب التقدم في السن صحيح. الطفل يتدرج في الفهم. كيف كيما يلزمنا نحطوا قصة عدد الكلمات متاحة تتدرج في بالنسبه لسنه وبالنسبه لتقدمه في الدراسه. اكيد، لان الطفل في سن ما قبل الدراسه كما قلنا ما يقراش الخطاب المكتوب، انما يستمع الى القصه، وهنا ركز فيه القدره على الانصات. سي عبد الجبار، نرجع لك، يعني شفت حاولنا نقوموا بتجربه باش انا فاهمك. اسمح لي قبل كل شيء، انا استمعت الى الحديث الثلاثي. اولا راعني أن تقول الأخت عيد الأضحى، بالعربية نقول عيد الأضحى، وحتى نصحح لصغارنا اللي نحاول باش ننمي رصيدهم اللغوي. الأخت وأنت مفككة الألغام وضعت إصبعك على كثير من الألغام وروغت للخروج منها، وكذلك السيدة المحترمة. مصادر مما ينفر اليوم من ثقافة الأطفال هم الكتاب أنفسهم، وأقول هذا ككاتب. أول حاجة، نحن مصادرنا متعددة، نحن نستقي، نحن نرتوي من التراث العربي والموروث الشعبي، لكن هالموروث الشعبي والتراث أصبحنا نلوكه ونردده كالببغاءات دون أن نضيف إليه أو نستلهمه. والديزني لما أخذ التراث العربي في علاء الدين والمصباح السحري قلب كل المعطيات. نعم. وخرج بقيم جديدة عصرية. يعني شنو الحاجة اللي شفتها؟ أنه مثلا نحن، أنا قريت قصة ونقرأ في أكثر الأحيان قصص للأطفال، واحد يتحدث على قصة السرار والنملة، وما أكثر ما كتبوا في هذا. السرار يزمر، سمحني بين الظفرين، والنملة تطمر، يعني تجمع غذاءها كمؤونة لفصل الصيف. وعندما يأتي الشتاء يجوع السيد المحترم، يعني فيطرده. لا، قيم. شوف الكاتب الإنجليزي أو الأمريكاني كيف تناول هذه القصة. أولا جعل العمود الفقري لها النملة تعمل صيفا والسرار يغني، ثم لما جاء الشتاء لم تطرد النملة ومعشر النمل لم يطرد السرار. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن هذا فنان، والفنان لا بد أن يعيش في هذا العصر كبقية المهن والحرف الأخرى. نحن خذناها بعواهنها كما هي من التراث، نقلناها نقلا، سلخناها سلخا، لم نضف إليها شيئا، وجعلنا طفلنا هذا الطفل البريء ماضويا في أفكاره. من جاء الإرهاب؟ هو من أننا جعلنا أطفالنا ماضويين في أفكارهم. يعني أنت اقتباس التراث كما هو يلزم؟ لا، لابد أن نضيف إليه. نعم. لغتنا العربية يسر لا عسر، يقول طه حسين، ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها. ولنا أن نضيف إليها للطفل أنه زاد هو يحكي الحكاية بطريقته وإلا يفكر بطريقته. أنا ما حشتيش بالطفل رو يلخص ويحكي. أنا أريد أن شوف الغرب يا مدام، وأنت كنت تتحدثين مع هذا الطفل البريء، أن ما يقرأ له وليه، يقرؤون للجنين في بطن أمه يسمعونه بيتهوفن وموزار. شوف الوصل، الجنين في البطن الأم يسمع يتغذى بالدرجة الأولى من بطن أمه،
ومما تتغذى هي، ثم يسمعونه بيتهوفن وموزار وموسيقاهم. حتى في تونس موجودين سي عبد الجبار. لا لا انكر ذلك، لكنها تعد على الاصابع. والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. نحن نريد ان نعمم. اذا اليوم النادي انا بالاعلاميه والاعلاميه في مدارس ما زالت تفتقر الى الماء والمرحاض وبيت الراحه والتيار الكهربائي. أنا ما زلت في الأبجد. أنا نريد أن يعود لهذا الكتاب الورقي هو بالذات، وأن نكتب لأطفالنا كتابة تتماشى والعصر، ونتجنب كل ما من شأنه. يا سيدي أنت تعرفين وتعرف الأخت ويعرف المجموعة أن عفرنا في قصص الأطفال اليوم على كتابات تحث على الانتحار وتحث على العنف. وكذلك التلفزيون، قد ذهبت منذ حين وقلت إن جيلنا اليوم راه جيل تلفزيوني، ونبث عليه صورا تستفزه وتحركه وتجعله عنيفا في لكن بيته. الكتابات هذه اللي تحث على العنف وعلى الانتحار من إيجا؟ وعلى شكون يسوق فيها؟ لا قاعدة تتسوق في كنا في إلى فترة ماضية عندما ننشر كتابا يمر على جهات معينة وهنا السنسرة وقامت الدنيا ولم تقعد. كيف تسنسرون كتاباتنا يا بني؟ عندما أنشر كعبة ياغورت عندما أسوق ياغورتة علبة ياغورت تقام الدنيا على أننا سوقنا السموم إلى أطفالنا. وعندما نسوق كتبا تحث على الانتحار والتواكل وتعود بأطفالنا إلى الماضي السحيق وتجعلهم يعيشون في عصر غير عصرهم. شو هذا؟ من المسؤول اليوم على المسؤول؟ هو الكاتب. الدولة قالت انشروا، وعندكم ما يسمى بالديبوليغال وكذا، ولكن كانت وزارة الثقافة الآن أنا أقولها على عاتقي وأقولها أمام الكاميرا، إن وزارة الثقافة تقتني مئات من الكتب سنوية دون أن هناك لجنة للفرز وقراءة ما فيها من محتوى. أش ينظروا الكتاب هذا؟ والله غلاف سميك، والله ورق هذايا قرا ولا من عرش انا شنو فيها معناتها من داخل القصه؟ لا هذا حر، اكتب ما شاء، خذ الى المطبعه وانشر ما تشاء. هذه جريمه كبرى في حق ناشئتنا. كتابات الموجهه للناشئه لابد ان تراقب كما تراقب المواد الغذائيه. الفكرة وصلت بالتأكيد سي عبد الجبار. أنا باش نمر الآن للفقرة مصورة تحديدا. بالتأكيد حبينا ناخذوا الجانب الناس اللي تبيع في الكتب، الناس اللي تسوق للكتب، حبينا ناخذوهم معنا زادة كطرف في هذا الموضوع. نشوفوا مع بعضنا هذه الفقرة ثم لنا عودة. محمد البحري مدير مكتبة ورثها من بوه من عام 1979. عم محمد عاصر أجيال مختلفة، يحكي لنا من خلال تجربته كيفاش تنجم تغرم صغيرك بالمطالعة من الصغرى. المكتبة هذه فيها أكثر من 70,000 عنوان فيما يخص الصغار، الادوليسان، الباك، لونيفرسيتير، كل شيء موجود. فما كتاب خرج نتاع دكتور دوتسون هذا أمريكاني بالسلال، الناس كل تعامل مع الكتاب هذا باش تجم تشوف كيفاش كيفية الغرام تاع أولادها. هي الغرام يجي من اللي عمره مازال في كرش أمه. المرأة تجم الحبلة تحكي لولدها وهي مازال في كرشها، تبدأ تحكي معها كي تولد توريه كتب نتاع فيه برشا تصاور وشويه كتيبه، وتحكي له كل قبل ما يرقد حكايه لين يتعلم ويولي يحب يطلب هالكتب هذا. اكيد تعودوا مدة 6 سنين بالغرام تاع الكتب يطلع وحده قاري، واللي هو يطلب الوالدين باش يمشي المكتبة مش العكس يصير. فما كتب نشر تونسية اللي كلهم موجودين هنا، والكتب المبرمجة
والكتب عنا نجيبه من فرنسا من انجلترا، يخدموا فيهم كان جماعة بيداغوج، من الكتب الأطفال اللي هما كارتوني حتى الانسايكلوبيدي والكتب المبرمجة سواء بالعربي ولا بالسوري. أساتذة يراقبوهم، المطبعة قبل ما تنشر الكتاب تجيب مجموعة من اختصاص الكتب، فماشي أغلاط موجهين للتربية للطفل ولا مش موجهين، ما يروفزوا كتبك اللي تجم تخرج على تربية الطفل، دونك فما مراقبة. فما من الأسوام كتب تونسية بالطبع هي أرخص برشا، الأخرين أغلى شوية فيك لورو طالع شوية، فهمتني؟ وأوروزمون الكتاب اللي نجيبوه من البرة لا يخلص لا ديوانة لا تبيع، أما كان جاي يخلص راهو ما عاش يجي حتى حد هنا، غاليين ياسر. الإقبال أكثر هو ليفر دو بوش اللي هو أرخص، على خاطر لو ليفر دو بوش تلقى منه هو في الجران فورما اللي سومه ثلاثة مرات قد الواحد، دونك في متناول الجميع، ولو ليفر دو بوش كسوا بالعربية ولا بالفرنسوية. نرجع مع السادة المشاهدين البرنامج عائلتي بالدنيا، مدام سعاد سوري عنين باش نخدم معاك. للأسف الوقت قاعد يدهم فينا في حصة اليوم، حبيت معناتها السؤال نطرحه بطريقة أخرى، هل أنه اليوم باش نحكموا على طفل متميز؟ ثم اليوم برشا صغيرات يجيبوا في المعادلات الجيدة من 16 الفوق معدل، هل هم بالضرورة تربيوا على المطالعة على حب القراية؟ القراية كي تبدأ نقول أنا نقرأ ونحب نقرأ، هل أني تبدأ بالمطالعة وإلا لا؟ ما لا شك فيه أن المطالعة من العوامل التي تؤثر إيجابيا في الحياة المدرسية للطفل، وخاصة إذا كان يكون هذا العمل تشاركي بين العائلة والمدرسة فيكون النفع أكثر. ونحن معناها ما لا شك فيه أن المطالعة تنمي الزاد المعرفي والزاد خاصة اللغوي، والطفل يصبح قادر أنه خاصة تؤثر إيجابيا في الإنتاج الكتابي، في حتى القدرة على حل مسألة حسابية إذا كان ما يفهمهاش هو وما يفهمش الكلمات اللي فيها، يكون غير قادر أنه باش يحل المسألة هذه كيف باش يكون قادر باش يعبر على نص جغرافي ولا تاريخي ولا غير ذلك. بمعدل قداش يلزمنا نقرأ في ديارنا على الأقل؟ على الأقل قبل ما يرقد الطفل نعينوه أنه نوفروا له الجو الملائم أنه باش يطالع قصة. واضح، يقرا قصة على الأقل قبل ما يرقد. على الأقل قصة قبل ما يرقد، إذا كان قصة، إذا كان الطفل ما مازال ما يحذقش آليات القراءة والكتابة نقراو له احنا، وإذا كان وصل لتمدرس النظام يبدا يحل الشفرات والرموز المكتوبة يكون قادر أنه باش يقرا وحده، خاصة إذا كانت أصبحت المطالعة متعة لديه. اليوم كيفاش نجموا نرجعوا روح الكتاب لدارنا؟ كيفاش اليوم الأولياء، كنا قبل برشا أولياء يطالعوا، اليوم برشا أولياء ما عادش يطالعوا بحكم ظروف العمل، بحكم الضغط النفسي اليومي، بحكم الوقت اللي يقول لك أي ولي يتعلل بالوقت اليوم اللي ماهوش موجود. اليوم كيفاش نجموا، هل هي معناتها حاجة معناتها باطنية في شعور العبد مغروم بالقراية يقعد يشري الكتب ويقعد يطالع، وإلا معناتها إنسان معناتها اليوم أبليجي عليه معناتها باش يقري صغير ويشري له كتب، اليوم روح الكتاب كيفاش نرجعوا ندخلوها للدار؟ والله انا نقول الولي الى جانب انه يمشي كما قال سي عبد الجبار، يمشي للسوبر مارشي ويشري له الاكل ويشري له اللعب ويشري له غير ذلك، يشري له الاثر المكتوب، يشري له القصه، يشري له يجذر فيه عاده المطالعه، يجعلها متعه المطالعه بالنسبه ليه، ويثمن القراءات نتاعو ويجسم التثمين هذا بمكافئات. صحيح.
وخاصة في عيد الميلاد لملاء نادي مجموعة من الكتب، مجموعة صحيح. من الأقراص الحاملة لكتب. هناك في عصر تعددت فيه الوسائل التواصلية وأصبح الكتاب ربما عزوف عن تصفح الكتاب لغير ذلك، نحاول نجذر في عدد المطالعة حتى انطلاقا من الحاسوب من الأقراص الليزرية، وأنا عندي العديد من الإنتاجات في هذا المجال. شكرا لك مدام سعاد السوري عنان مؤلفة للأطفال على الحضور معنا، شكرا لك أيضا سي عبد الجبار الشريف أيضا على الحضور. اليوم اللي نحب نقول عملنا إشانتيوناج متاع 64 عائلة، لقينا أنه 4 عائلات فقط هي اللي طالع في منازلها وهي اللي عندها كتب تحديدا. اليوم ماذا بينا نقص شوية من الانترنت، نقص شوية من خاصة الوسائل التكنولوجيا الحديثة اللي تلقى صغير نهار كي مع الأورديناتور وإلا الولي نهار كي مع الأورديناتور، نقص شوية لأنه هذيك بطبيعته يزيد في الضغط النفسي. نقرأ كتاب على الأقل يوميا وإلا قصة صغيرة، وإذا كان ولي ما يحب باش يطالع مثال باش يطالع لابنه هكاك ينجم يرجع على الاقل نقولوا احنا التعبير اللغه التعبير، لانه الانسان باش يكون متميز يلزم يكون عنده ثقافه، وباش تكون عنده ثقافه يلزم بالضروره انه يطالع. شكرا لكم ضيوفي على الحضور، شكرا لك ايضا محمد على الحضور معنا انسنا في البلاتو نتاعنا، وتنشوفوك ان شاء الله كاتب والا مؤلف قصص نهار اخر تحب؟ ولا تحب اكثر المواد العلميه؟ شنو تحب اكثر؟ تحب اكثر المواد العلميه. تحب المواد العلميه اكثر، لكن تبدا بالمطالعه تحديدا باش تكون متمكن من المواد العلميه. المطالعه اليوم عندها دور وقيمه كبيره في ثقافه الطفل تحديدا. باش نمشيو تلقاوني في البلاتو الثاني مع هيكل ولبنان، خليكم مع البوم اسوا. نرجعوا لبلاتو عائلتي بالدنيا، اهلا وسهلا ومرحبا بك هيكل من جديد. لبنى ايضا اهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد. الموضوع خذ شويه وقت باش ناكلكم الفقرات نتاعكم، نجيك هيكل. هو الموضوع خذ برشا وقت وعلى اهميته، راه ما خذاش وقت فراغ، معناها وقت من الفراغ، لانه يبدو انه الهاجس الكبير نتاع العائله التونسيه والضيوف اختاروا انهم حكاوا في برشا جوانب. نعرفوا لي اكيد ما قالوش كل شيء، لكن فما برشا جوانب يلزم ينتبه لهم الاب. وسي عبد الجبار الشريف زاد حكى لنا بكري على القصص واعاده كتابتها، ذكروا حتى الصرصار والنمله. انا قريت قصه المزغني يقول اسم الصرصار والنمله والنحله، هي صارت اعاده كتابه القصه واصبحت النحله هي الحكم اللي باش يفصل، لانه النمله ذيك وقت جات باش تعمل عرس بنتها في الاخر، في اخر الحكايه يلزم تستدعي الصرصار اللي هو باش يغني لها. والمرة هذه هو رفض باش يغني في عرس بنتها. كي قريت القصة ما وصلت ليش انا عرس بنتها. اي الخطر انت ما كملتش قصة منصف اعادة كتبوا. لا هي اعادة الكتابة، نعرفوا حتى جبران خليل جبران في رمل المزبد تطرق للقضية هذه وقال اعجب من اولئك الذين يؤثرون اجهاد النمل على انشاد الصراصير، لانه صحيح انشاد الصراصير مهم وهو جانب الفني وجانب الابداع في الحياه، الى جانب الاجهاد اللي هو العمل نتاع النبله الدؤوب والحركيه نتاعها، وبالتالي هذا تعريج بسيط على
المسألة إلا في مسألة المطالعة، ونعرفوا اللي القصة أكثر من الأشياء هي تقرب القيم الكونية والقيم الكبيرة اللي نحن ربما ما نجموش نقولهم بطريقة بسيطة اللي صار. هذا كل قلناه، شنو باش تحكي في نفسيتي بالدنيا اليوم؟ نفسيتي بالدنيا يظهر لي مش في النجم وكل برشا حاجات. على شنو باش تتحدث؟ أنا كنت نتحدث على اللعب. اللعب. وثم حاجات مشتركة بين اللعب والمطالعة في أطنا أن نقول هيك. نمشي ونفسيتي بالدنيا ألعب عند الأطفال. في نفسيتي بالدنيا اليوم باش اخترنا اللعب، ونعرفوا اللي توا عطله وبرشا اولياء قد ما يعرفوا مكانه الدراسه وقد ما يعرفوا مكانه المطالعه احيانا ما يعرفوش قيمه اللعب، ونعرفوا اللي اللعب في العاده هو مطلب جماهيري عند الاطفال اما ماهوش مطلب للاولياء، وبالتالي الاولياء يعتبر اللي هو مجرد له ومجرد مضى للوقت، وبالتالي يلزم الاولياء ينتبهوا اللي اللعب كما يحدثوا عديد الخبراء ومنهم جون بياجي اللي حتى تحدث كثير يعني في الموضوع هذا، اللي اللعب هو من الاشياء المهمه جدا في صقل وتكوين شخصيه الطفل، وخاصه بما انه تدرب على المهارات الحسيه من جهه، والتدرب على تكوين ثقتنا بالنفس ورؤيتنا لذواتنا، وبالتالي تجربة اللعب هي مش تجربة عبثية، هي مش تجربة فطرية زادة، لأن نعرف زادة في المجتمع متاعنا وعديد المجتمعات اللي أحيانا الأطفال ينحرموا للأسف من اللعب، سواء لأما نشغلوهم في مهن شاقة وقاسية ويدخلوا المعترك الحياة، وبالتالي يبعدوا على المجال المهم ياسر في شخصيتهم، ونعرفوا اللعب هو إذا كان الحلقة هذه تتفقد في تكوين الطفل هو ثم الحلقة المفقودة باش تقعد ناقصة حتى وقت يكبر، وبالتالي باش يكون ثم جوانب ناقصة للأسف في حتى قديش معناتها تمتد فترة اللعب؟ اللعب صغير من العامين من مقبل العامين يبدأ يلعب. انا كنسالك فاطمه توا في العمر هذا كنقول لك تحب تلعب ولا تقول لي اي، لانه اللعب هو ان بوزوان، فما شكون يعتبروه شكل من اشكال الحاجيات، وبالتالي حاجتنا للعب هي حاجه تقريبا تبدو عند بعض الاشخاص شبه فطريه، لان نحبوا نلعبوا. اللعب هو باش يمكننا من اننا نعرفوا المحيط نتاعنا، نكتشفوا الاشياء ونكتشفوا ذواتنا بالاساس، لانه مع كل نجاح في كل لعبه ثم اعتراف بالقدرات، وبالتالي سنحكيو غدو اكثر تفصيل، اما اليوم باش نجي على الجوانب المشتركه خاصه بينه وبين المطالعه. لازمنا نخليو اللعب هو مرحله للمرح، بمعنى ما خليوش الاطفال في ظل امتحان عسير كما ثم بعض الاولياء وقت المطالعه بعد ما يكمل التلميذ القصه يطالبوا باش يلخصها له، وبالتالي ينتفي مرحله المرح، هو يحب وقت من الوقت الحر الفري، يعني يحب مجال يكون فيه حر طليق من غير ضغوطات من غير قواعد، وبالتالي مرحله اللعب يلزمنا حتى اذا كان مش يكونوا عندنا شكل من اشكال الفعل النشط ولا التاثير الاطفال يلزم يكون حذر ويلزم يكون هادئ، وبالتالي التدخل نتاعنا ومشاركتنا للاطفال تكون بطريقه ايجابيه حتى نعرفوا شنو يخبيوا في اذهانهم وشنو يخبيوا في عقولهم اللي تبدو صغيرة في الحجم لكن كبيرة في الحلم وكبيرة في الأفاق، وإن شاء الله أطفالنا اليوم شخليكم شوية مساحة للبنة تو غدو إن شاء الله نزيدوا نتعمق، خاطر ثم أخطاء يقوموا بها عديد الأولياء خاصة في اللعب، وطن نوريو حتى الكريتير ولا الأشياء اللي خليونا طريقة اختيار اللعاب الأطفال. هذا هو المهم زادة طريقة اختيار اللعاب، نعرفوا أنه كل عمر عنده ألعاب معينة ينجم يعتمدها الأولياء باش يشريها الأبناء، وخاصة الألعاب اللي تمثل خطورة على الأطفال، هذا جانب نحبك تركز عليه غدوة إن شاء الله. هيكل نمشي واللبنة في صحتي بالدنيا اليوم باش تتحدث على فوائد البطاطا. البطاطا لبنى اليوم البطاطا خاطر مسكينه مظلومه ديما كي نقولوا بطاطا نقولوا راهي تسمنه ونقولوا راهي خايبه وراهي مش باهيه، خاصه كي تبدا مقليه واللي يبدا الرجيم في سماء اول حاجه ينقز عليها ينحيها من الطاوله نتاعو هي البطاطا، وخلافا لبرشا حاجات زمنا اللي كنا نعتقدوها البطاطا راهي ما تسمنش ياسر. حاجه حبيت نحكي لكم قبل ما نبدا نحكي على فوائد البطاطا، نجري باش نكملوا الوقت، انه تعرف التونسي قداش يستهلك من البطاطا في العام؟ 56 كيلو في العام، ويجي في المرتبة بعد الأمريكان وبعد البلج معناها البلجيكيين وبعد حتى كثير من الدول الأوروبية، معناها نستهلكوا في كميات، وهي رابع زراعة 56 كيلو الفرد في العام وهي رابعة للفرد عندها مكانتها المهمة بالنسبة لي تقريبا زوز كيلو 3 كيلو في الشهر
56 والله يمكن قسم ما نجمش نعاونك هيك البرشا، ولكن نعرف انه يحتل مراتب تما متقدمه في استهلاك البطاطا في العام، خاصه انه كي نعرفوا اللي في تونس زراعه البطاطا تحتل المرتبه الرابعه بالنسبه للزراعات الاخرى، وانها عندها اهميه بالنسبه للتونسي في مختلف الاطباق اللي حضرها. ولكن مسكينه ديما كما نقول مظلومه البطاطا، راهي عندها برشا فوائد تنجم تفيدنا. هي غنيه ياسر بالالياف الطبيعيه. مش نعمل لكم شويه ارقام باش نعرفوا تقريبا قداش تنجم تعطينا من فوائد. 180 مثلا غرام من البطاطا المغلي تعطينا 3 غرام الياف، يعني 10% من الكميه للفيبر، 10% من الكميات اللي نستحقوهم. وراهو كي نخليوها نغليوها ونستهلكوها بالقشور راهي تكون فيها الياف اكثر من انها تكون مقشره. بالنسبه لفيتامين سي عكس اللي نعتقدوه موجوده في القوارص، ولكن ايضا موجوده في البطاطا. مثلا 180 غرام بطاطا مغليه فيها ثمن حاجيات الفرد من الفيتامين سي، وانها عكس المواد الاخرى حتى كي نغليوها تقعد تحتفظ بكميه الفيتامين سي الموجوده في البطاطا. بالنسبه باش نلخص فيسع الحاجات الباهيه الموجوده في البطاطا، مثلا فيها المواد المضاده للاكسده، فيها واللي باهين بالنسبه للقشره والجهاز العصبي. 180 غرام بطاطا مثلا موجود فيها كميات هامه من فيتامين B6 وB1، فيها كذلك الاملاح المعدنيه، بوتاسيوم، مانيزيوم، الحديد اللي نعرفوها مهمه ياسر بالنسبه للعضلات وبالنسبه لنمو الطفل. بالنسبه للرجيم جبت لكم الارقام اللي كان باش تعملوا رجيم. راهو البطاطا ما تسمنش كيف ما تسمن المقرونه والروس، ولكن فيها درجات اقل. هاو باش نعطيكم الرقم جبته معايا مكتوب. دونك 180 غرام من البطاطا فيها 140 حريره، الوغ كو مثلا الروز والا المكرونه فيهم 286 حريره. دونك نشجعكم كلوا البطاطا وما مش برشا، مش 180 غرام معناتها مقارنه وطايبه في الفور والا مغليه. دونك ديما نقولوا ناكلوا البطاطا نحفظوها مغليه والا في الفور والا مفوره، ونبعدوا شويه عن المقليات. وتو نزيدوا اكثر مره اخرى اكثر تفاصيل بالنسبه للبطاطا، فوائدها على القشره والناحيه الجماليه للعائله الكل. هو نعرف زاد في السيزون مثال التجربه اللي في البطاطا نكتشفوا كميه النشويات. النشويات اللي تشبع، اللي تنجم ما تحسكش بالجوع، وهذه خاصية أخرى. وأيضا البطاطا ما فيهاش برشا أملاح بالنسبة للي يخافوا برشا من الملح، ما فيهاش أملاح وتشبع فيها نسبة النشويات لاميدون. صح؟ لاميدون. شكرا لك لبنى، يعطيك الصحة. غدوة شنو باش تحكي لنا، محضرة ولا لا؟ سمعتوا. أنا باش نختم كالعادة مع الكتيب هذايا، قدمته لكم في بداية الحصة. اللي ما خلطش علينا يعاود يشوف الكتيب هذايا. مون بروميي كوفري، الكتاب هذايا هو عبارة على جزء أجزاء مصغرة نتاع كتيبات. نعش الكاميرا اللي باش تاخذني. دوك الكتيبات هذوما الصغيره فيها اشكال، فيها الارقام، فيها ايضا الحيوانات، فيها على الالات الموسيقيه. 12 جزء كتيب صغير في الوان معناتها مزيانين برشا. ينجم الولي بالتاكيد هذايا العمر نقولوا ابتداء من 3 سنوات، ينجم الولي هو وابنه باش يحفظوا الكلمات. ينجم يعتمد كتيب كما هذايا المشابه ويقرا له القصص. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين على المتابعه والاهتمام. شكرا ايضا لكل من ساهم في رسم صوره طيبه. نرجو ان تكون قد نالت اعجابكم. ملتقانا غدا ان شاء الله من 9 حتى لل11 نتواصلوا في هذا الفضاء المخصص للاسره. الى اللقاء.